يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصر. صباح الخير عليك يا جمانة. صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. ساعات قليلة وعيون العالم كلها هتتوجه إلى مصر. خلال ساعات هيكون لمصر دور حقيقي ومؤثر في عملية احتواء الموقف الحالي في قطاع غزة، خصوصا بعد سلسلة من التصعيدات الخطيرة وغير المسبوقة اللي بينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين. ده اللي دفع مصر وقيادتها السياسية المتمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أنها تدعو لقمة القاهرة للسلام، واللي هتنعقد النهاردة خلال ساعات في العاصمة الإدارية الجديدة تحت مجموعة من الأهداف والعناوين. العنوان الأهم والأبرز هو وقف إطلاق النار، خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وده يمكن اللي سبق وأكد عليه السيد الرئيس أكثر من مرة وفي أكثر من لقاء مع عدد من القادة والسياسيين حول أهمية هذه القمة وما يمكن أن تسفر عنه من مخرجات للمساهمة في وقف التصعيد والتعامل مع الوضع الإنساني اللي هو للأسف الشديد بيتدهور يوم بعد يوم. يعني في الواقع مصر مستمرة في لعب دورها الإقليمي الحقيقة بمنتهى القوة وبمنتهى الحسم وبمنتهى الثبات، وهذه قمة القاهرة للسلام هتكون الحدث الأبرز في العالم، خاصة بعد ما رحب بها المجتمع الدولي وأكد على أهميتها في الوقت الراهن، لأنها بمنتهى البساطة هتتعامل مع الأزمة بشكل قوي جدا وبتنسق الجهود الدولية لخفض التصعيد اللي بيحصل من جانب الاحتلال في قطاع غزة. أيضا هذه القمة من دورها أنها تعكس الرؤية الواضحة اللي مصر بتتبناها للوصول لحلول متوافقة بعيدا عن التعقيدات والأزمات والمنهج الدموي اللي بينتهجه الجانب الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين. وحتى الآن تم تأكيد حضور 31 دولة من أبرزهم قطر، اليونان، إسبانيا، قبرص، بريطانيا ودول أخرى زي ما قلت لحضراتكم 31 دولة، أيضا ثلاثة منظمات دولية من ضمنها المجلس الأوروبي. طبعا هيكون برضو حضور عربي قوي على مستوى القادة في قمة القاهرة للسلام عشان يكون في صوت عربي موحد للوقوف مع القضية الفلسطينية ودعم أهلنا في غزة. كل القوى باختلاف توجهاتها ومواقفها هتكون النهاردة تحت المظلة المصرية من أجل إجراء حوار حقيقي. الهدف الأول والأخير اللي بينتظره العالم كله دلوقتي هو حقن دماء المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، وقف إطلاق النار بشكل فوري. قمة مصرية دولية هيكون عنوانها العريض المساهمة في تحريك المياه الراكدة وفتح أفق سياسي جديد لحل القضية الفلسطينية. بكل تأكيد يعني مصر بتواصل عملها بالمفاوضات للضغط على أطراف الأزمة لمواصلة المفاوضات لمنع التصعيد والوصول لنقاط مضيئة للاتفاق ووقف سلسلة الدم ضد أهلنا في قطاع غزة. كلنا طبعا بنتطلع لمخرجات هذه القمة اللي بتقودها مصر نحو السلام. يعني كلنا أمال أن تتحقق بإذن الله هذه المخرجات وأن يتم وقف فوري لإطلاق النار، ونتمنى أن احنا في أقرب وقت يعني نتابع دخول المساعدات لأهلنا في قطاع غزة. لكن خلينا دلوقتي يا محمد نروح لزميلتنا رامية عشان نتعرف منها على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات، وبالتأكيد هنكمل مع حضراتكم خلال حلقتنا وهنتابع معاكم قمة السلام. صباح الخير يا لمي. صباح الخير عليك يا جمانة، صباح الخير عليك محمد، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا، وده على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء. كمان في فرص لأمطار خفيفة أو ضعيفة على جنوب سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 29 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 36 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 26 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن دلوقتي نرجع مرة تانية لجمانة ومحمد نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليكي لميا.
نكمل أخبارنا مع حضراتكم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقش الرئيسان آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة وجهود احتواء الموقف. الرئيس الفرنسي ماكرون أشاد بجهود مصر في هذا الصدد، تحديدا دورها القيادي في تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع. أكد الرئيسان الضرورة القصوى لضمان تدفق المساعدات بما يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، أيضا توافق بشأن خطورة الوضع الحالي خاصة في ظل التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة. خبر تاني معانا كمان، الاتصالات لا تتوقف، الجهود الدبلوماسية والتحركات السياسية للدولة المصرية. امبارح كمان تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة. الرئيسان استعرضا التحركات الجارية لحشد المجتمع الدولي نحو موقف موحد لدفع التهدئة وخفض التصعيد بشكل مباشر. أيضا تابعنا تثمين الرئيس التركي للدور المصري في تنسيق الجهود الإنسانية وتعزيز مسار السلام، وشدد الرئيسان على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، أيضا ضرورة استدامة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مستدام، مع تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي استنادا لحل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس أيضا رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك بقصر الاتحادية، وعقد الجانبان جلسة مباحثات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة من مواد طبية وإنسانية لمساعدة حوالي 2,300,000 فلسطيني موجودين داخل القطاع. تعالوا نتابع تفاصيل أكثر في هذا التقرير. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. احنا محتاجين فعلا في المرحلة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي ان احنا نتحرك جميعا من اجل احتواء تطورات قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة، وقد تداعياتها تتجاوز حق الدفاع عن النفس اللي احنا دايما بنتكلم عليه. أنا بكلمك النهاردة فخامة رئيس الوزراء وبقول إن في تقريباً 4,000 من المدنيين سقطوا في القطاع، وحوالي 1,500 منهم 1,500 طفل، وبالتالي مهم جداً جهودنا اللي بتبذل النهاردة لاحتواء هذا الأمر حتى لا يتسبب الاقتتال في سقوط مزيد من المدنيين. لازم أسجل هنا وأقدر جداً الجهود اللي بذلت من فخامة الرئيس بايدن ومنكم في إقناع إسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح حتى يمكن لنا أن نقوم بإصلاحه نتيجة القصف اللي تم فيه خلال الأيام الماضية وإدخال المساعدات إلى القطاع. وهنا بأكد مهم قوي أن تفضل سيل تدفق المساعدات يصل إلى القطاع من مياه ومن مواد طبية ومواد إنسانية أخرى حتى لا يكون هذا الأمر يؤثر على 2.3 مليون فلسطيني الموجودين في القطاع. فخامة رئيس الوزراء محتاجين جدا ان احنا ننسق ونتعاون من اجل الا تنزلق المنطقه في حرب على مستوى الاقليم بالكامل يكون تاثيرها مدمر على المنطقه وعلى السلام في المنطقه. ايضا محتاجين فخامة رئيس الوزراء ان احنا يعني نكون احد الدروس اللي نستخلصها من الازمه دي هو احياء عمليه السلام مره اخرى واعطاء امل الفلسطينيين باقامه دولتهم الفلسطينيه على حدود يونيو 67 وعاصمة القدس الشرقية. وهنا خلينا أسجل برضو بتقدير تفهمكم لأهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء. هذا أمر شديد الخطورة وقد ينهي القضية الفلسطينية تماما، وده أمر إحنا حريصين على أنه ما يحصلش. مرة تانية فخامة رئيس الوزراء برحب بك أهلا وسهلا وسعيد بكل الجهود اللي بذلها. بريطانيا دولة عظمى لها مكانتها لها قدرتها على التأثير مش بس في المنطقة في العالم. شكرا جزيلا. Thank you very much. And the honor to meet you this evening. Well, thank you very much. Mr. President, thank you for your kind and warm words and also for the time that we will spend together today at
an important time like this, it's right that partners and friends like us can talk together about the situation. Can I also first commend you for what you have done on the Rafah crossing? As you know, it's something you and I discussed when we spoke a while ago, and we believe very strongly in providing extra humanitarian aid into Gaza, and we look forward to playing an important role together with Egypt in making sure that that aid can get to people as quickly as possible. You deserve enormous praise for your role in making this possible. Thank you very much. I also want to share with you my thoughts that what Hamas did, and I know you agree, was an appalling act of terrorism. And we now mourn the loss of every innocent life that has been lost, people of every faith, of every nationality. Palestinians are victims of Hamas too. And that is why what we are doing on the aid side together is so important. And I also share with you a vision for the Palestinian people where they can live with security and opportunity and dignity. And I know that these are all the topics you and I will have an opportunity to discuss now. And I'm grateful for our partnership at this difficult time. Thank you very much. Thank you. زي ما تابعنا مع حضراتكم هذا اللقاء، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. يعني الحقيقة أنه ريشي سوناك شكر سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما تابعنا مع حضراتكم على الجهود المصرية، إن كان في المحاولات المصرية لتهدئة الوضع في غزة أو حتى على الجهود المصرية عند معبر رفح، وأكد على أهمية التعاون في هذا الوقت الدقيق بين القوى للوصول إلى حل أو حالة حتى الوضع الراهن في غزة. أيضا يعني زي ما تابعنا أكد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، وأكد مرة أخرى أيضا إلى المحاولة لتهدئة الوضع ومحاربة الإرهاب. صحيح جمانة، كمان رسائل الرئيس السيسي كانت واضحة جدا، رسائل مباشرة وواضحة مع رئيس الوزراء البريطاني. الرسالة الأولى المهمة جدا اللي احنا لازم نتوقف عندها كلمات السيد الرئيس فيما يتعلق بالتحذير من الانزلاق إلى حرب إقليمية كبرى، وده تحذير الرئيس قاله في أكثر من مناسبة، لكن كانت الكلمات واضحة جدا أنه استمرار الوضع على ما هو عليه في قطاع غزة ينبئ بحرب إقليمية أو الانزلاق في حرب إقليمية شديدة الخطورة. كمان السيد الرئيس أكد بشكل أساسي على أهمية عدم النزوح مرة أخرى إلى سيناء، وقال أنه إحنا تماما ضد فكرة التوطين أو التهجير أو النزوح القسري لأهلنا في غزة. دايما في كل لقاء بنشوفه الأيام اللي فاتت بيحمل رسائل مهمة عنوانها الكبير أو عنوانها العريض هو الحفاظ على الأرض بشكل مباشر ودعم قضية فلسطين. نرجع لعنواننا الرئيس النهاردة، مشاركة واسعة لقمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية الجديدة، استجابة لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هتنعقد خلال، يعني بنتكلم كده خلال ساعات قليلة، في العاصمة الإدارية الجديدة. الهدف، الأمل، كل الدول، كل العواصم، كل الناس أو الشارع العربي وكل من هو متعاطف ومناصر للقضية الفلسطينية يأمل أنه يبقى في قرار حقيقي لخفض التصعيد في قطاع غزة والتخفيف على أعباء الخاصة بأهلنا في غزة. زي ما كنا بنتكلم يا محمد، قمة القاهرة للسلام تم فيها التأكيد على مشاركة 31 دولة وثلاث منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، الكويت، السعودية، بالإضافة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. مشاركة واسعة لقمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المزمع انعقادها اليوم السبت في العاصمة الإدارية بهدف مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. وتم تأكيد مشاركة 31 دولة وثلاث منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
فيما أكدت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني ستشارك في مؤتمر السلام الدولي، رغم نشر تأكيدات سابقة تشير إلى أن من سيمثل إيطاليا في القمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني، لكن في النهاية أعلنت رئيسة الوزراء مشاركتها في جلسة العمل الأولى. كما أعلن القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز حضوره القمة، معرباً عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره في ضمان وصول المساعدات لغزة. كما أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا مشاركته في قمة القاهرة للسلام 2023 المقرر انعقادها في العاصمة الإدارية. وفور وصوله القاهرة استعداداً للمشاركة في قمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية الجديدة، أعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة عن بالغ التقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته للمشاركة في قمة القاهرة لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة. كما وصل مطار القاهرة الدولي بالأمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن للمشاركة في أعمال قمة القاهرة للسلام بمشاركة العديد من الدول لمناقشة خفض التصعيد في القطاع والأراضي الفلسطينية. كذلك سيحضر القمة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما ستشارك المغرب إلى جانب الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ووفد من الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثين ممثلين عن روسيا والصين. تأتي هذه القمة في ظل استمرار فشل مجلس الأمن خلال جلسات التصويت على مشروعي القرارين الروسي والبرازيلي، الأمر الذي يجعل القمة المصرية تحظى باهتمام عالمي لدعم الرؤية المصرية لإجراء مناقشات بغية التوصل إلى حل شامل ولتنشيط عملية السلام. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تساهم في وقف التصعيد الجاري والتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور بقطاع غزة، مع إعطاء دفعة قوية لمسار السلام، مشدداً خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز بالقاهرة على ضرورة أن تساهم القمة في وقف التصعيد في غزة حقناً لدماء المدنيين والتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور وإعطاء دفعة لمسار السلام. إنه من ضمن أبرز المشاهد اللي تابعناها كلنا امبارح وخروج ملايين المصريين في ميادين مصر للتنديد بقمع قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وده نتيجة لو نتيجة تلبية لنداء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والتأكيد على ضرورة وقف العدوان على القطاع. حقيقة جمانة كانت مشاهد كلنا تابعناها، المصريين في مسيرات حاشدة، تظاهرات شعبية في ميادين مختلفة في أكثر من محافظة وفي أكثر من مكان، العنوان الرئيسي ليها كان وقف العدوان على أهلنا في غزة وتأييد موقف السيد الرئيس من القضية الفلسطينية. تهجير الفلسطينيين من الضفة تلبية لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والتأكيد على ضرورة وقف العدوان على القطاع، خرج ملايين المصريين في ميادين الجمهورية المختلفة للتنديد بقمع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والمستمر منذ 7 أكتوبر الجاري، وراح ضحايا الآلاف من الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء. وتحت شعار الشعب يريد تحرير فلسطين وبالروح والدم نفديك يا أقصى، ردد المصريون في تظاهراتهم هذه الهتافات رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية. كما شهد معبر رفح المصري مسيرات لمواطنين مصريين مطالبين بدخول المساعدات المصرية إلى القطاع عقب كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وثمن المشاركون في مسيرات التضامن مع الشعب الفلسطيني دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعقد الفوري لقمة القاهرة للسلام لمساندة القضية الفلسطينية للتوصل لحل عادل وشامل ومستدام لها يقوم على مقررات الشرعية الدولية ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أدى المواطنون صلاة الغائب على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني، وتعالت أصوات الدعاء بنصرة الشعب الفلسطيني في الحرب الغاشمة التي يشنها قوات الاحتلال وأسفرت عن مقتل الآلاف من الفلسطينيين.
كما أكدوا مساندة موقف الدولة المصرية الذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقوة العدوان، لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب. كما واصل الشباب هتافهم بساحة معبر رفح من الجانب المصري مطالبين بفتح المعبر، وردد المتظاهرون بالروح بالدم نفديك يا أقصى، افتحوا معبر رفح، أدخلوا المساعدات، تحيا مصر، مصر مع أهل غزة. ورفع المتظاهرون علم مصر وعلم فلسطين، وشارك في المسيرات التي نظمها شباب التحالف الوطني أهالي شمال سيناء وسيدات وأطفال صغار. وأكد المشاركون في المسيرة تضامنهم ودعمهم لموقف الدولة، وقالوا لا لتهجير أهالي غزة لسيناء، ومعا من أجل حل القضية الفلسطينية. وهتف المتواجدون فلسطين عربية، مؤيدين لقرارات الرئيس وداعمين له. كما تم أداء صلاة الغائب في أكثر من 120 مسجداً من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية عقب صلاة الجمعة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد هؤلاء الشهداء بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين من أشقائنا في دولة فلسطين بالشفاء العاجل، وأن يعجل برفع الكرب عنهم. كما احتشد المصلون بالجامع الأزهر الشريف عقب صلاة الجمعة بصحن المسجد للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وأعلن أعضاء وقيادات أحزاب الحركة المدنية دعمهم الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية بشأن الأزمة الفلسطينية. وأكدوا أن الدبلوماسية المصرية تقوم بدور هام للغاية، والموقف الرسمي في مصر يدعم القضية الفلسطينية، مع التأكيد على رفض أي محاولات للتهجير، مشيرين إلى أن مشهد الحشود في الميادين هو تأكيد على رفض المجازر والجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خلال الأيام الماضية. وبذات القوة والحماس تفاعلت القوى السياسية مع الأحداث، وعقدوا مؤتمرات وجلسات طارئة ليتم إعلان موقفهم بوضوح أمام العالم، وهو دعم الموقف المصري وتصريحات القيادة السياسية بشأن الأزمة الفلسطينية، مع التأكيد على رفض تهجير الشعب الفلسطيني قسرياً من أرضه، وتصفية القضية الفلسطينية عسكرياً، وإدانة الاعتداءات والجرائم الوحشية على الفلسطينيين المدنيين. زي ما تابعنا، هو صوت مصري واحد في كل مكان، من رفح لكافة المحافظات والميادين، والوقوف ودعم القضية الفلسطينية. الحقيقة أول ما بدأ التصعيد ما بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي وشن هذا العدوان على قطاع غزة، مصر لم تتوقف، استثمرت كل طاقتها الدبلوماسية والسياسية وتدخلت فورا وقدمت دور يعني هو معتاد، طبعا هو الدور التاريخي لمناصرة القضية الفلسطينية للحفاظ على السلام والأمن القومي والدولي. راحت بدأت تتواصل مع الجانب الإسرائيلي وطبعا الجانب الفلسطيني والشركاء الدوليين لوقف العملية العسكرية فورا، وكان الهدف الأساسي كمان هو توصيل المساعدات للمدنيين. هانو طول الوقت يا محمد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيؤكد على أهمية ومركزية القضية الفلسطينية، وقد إيه إنه بالنسبة لنا أيضا هي قضية أمن قومي، لكن بالنسبة للشعب المصري هي مش بس قضية أمن قومي، بالنسبة للشعب المصري القضية الفلسطينية هي قضية في قلب كل مواطن مصري، كل مواطن مصري بيشعر إنه في مسؤولية تجاه أشقائنا في فلسطين، مش بس قطاع غزة، قطاع غزة وفي الضفة، في كل مكان في فلسطين، كل ما بنشوف تصعيد أو كل ما بيبقى في أي أحداث بتحدث في فلسطين، طول الوقت بنشوف الشعب المصري بيكون موجود، وطول الوقت هو بيدعم أيضا القضية الفلسطينية. واللافت للنظر الحقيقة واللي بيشعرنا بالفخر وبيسلك صدورنا أنه الموقف المصري طبعا متمثل في موقف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو موقف قوي وما فيهوش أي مواربة، موقف صريح وصارم وقوي. وعشان يبقى عندك هذا الموقف لازم تكون بتتكلم من منطلق حق ومن منطلق قوة. عشان كده شفنا دخول مصر على خط الأزمة فورا وتكثيف اتصالاتها عشان تحتوي الموقف وتمنع التصعيد بين الطرفين. كمان الجهود المصرية الإنسانية تحركت سريعا عشان دخول المساعدات لقطاع غزة. خلينا نتابع مع حضراتكم ونرجع على طول. منذ اللحظات الأولى التي بدأ فيها التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، لم تتوقف مصر عن دورها المعتاد والتاريخي في الحفاظ على السلام والأمن القومي والدولي
والتواصل مع الجانبين والشركاء الإقليميين والدوليين لوقف العمليات العسكرية وإيصال المساعدات إلى المدنيين. وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي دخلت مصر على خط الأزمة على الفور، وكثفت اتصالاتها الدولية والإقليمية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين. كذلك لم تتوقف الجهود المصرية الإنسانية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وبعد أن حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة ومنعت عنه الماء والغذاء والدواء والكهرباء، وأغلقت السلطات الإسرائيلية جميع المنافذ بين قطاع غزة وجنوب إسرائيل، أصبح معبر رفح المنفذ الرئيسي والوحيد المتبقي لسكان القطاع على العالم الخارجي. وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية إلى معبر رفح استعداداً لإدخالها لقطاع غزة. تضم قافلة المساعدات أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وذلك في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين. كما أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة تتضمن 106 شاحنات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة، كما يشارك بنك الطعام المصري بإحدى وأربعين شاحنة في واحدة من أكبر القوافل الإنسانية من جمعيات مصر تحت راية التحالف الوطني. والأغذية التي اختار بنك الطعام إرسالها هي مواد صالحة للأكل بدون طهي، كمية كبيرة من المياه المعدنية واللبن والعسل والتمر والجبن الأبيض والفول المعلب واللحوم المعلبة. وإلى جانب المواد الغذائية تحتوي القافلة على كميات كبيرة من الأدوية والبطاطين والمستلزمات الصحية بأنواعها. وفي إطار الجهود المصرية لإدخال المساعدات لقطاع غزة، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالات من قادة العالم لاحتواء الموقف والإسراع في إدخال المساعدات. وقد أكد الرئيس ضرورة تكاتف المجتمع الدولي نحو ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فضلاً عن الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للتصعيد من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية. في الوقت نفسه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم، وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمعبر رفح من الأراضي المصرية بعد المباحثات التي أجراها في القاهرة. هناك متطلبات للتنسيق، ويجب أن تكون هذه المتطلبات فعالة، ويجب أن تتم بطريقة عملية وسريعة، معلقاً بالقول: نحن في بلد ذات سيادة، وهذا ضروري لإقرار بالقوانين، فهناك المؤسسة المصرية باسم الهلال الأحمر المصري، ويجب أن نضمن وجود وقت كاف لإيصاله للمحتاجين، وضروري جداً حل المشكلة في أسرع وقت. كما أكد أن مصر هي عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، كما دعا غوتيريش لضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات، وقال: صدمت من الموت والخراب الذي تعرض له المستشفى الأهلي المعمداني. وأضاف غوتيريش أنه يجب وصول المساعدات والطعام والدواء، ويجب ألا يتعلق بعملية صغيرة وإنما بشكل دائم، ونتطلع لضمان دخول المساعدات وعدالة توزيعها للمواطنين الفلسطينيين، مؤكداً أن مطار العريش ومعبر رفح هما النقطتان الأساسيتان لإدخال المساعدات، وأوضح أن هناك أكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون بشكل كبير، لا يوجد لديهم طعام أو شراب أو أدوية، وأن الشاحنات أمام معبر رفح ليست أي شاحنات، وتمثل الفارق بين الحياة والموت في غزة. رؤيتهم عالقين هنا يجعلني أكون واضحاً جداً، ما نحتاجه الآن هو تحريك الشاحنات بأسرع وقت ممكن وبأكبر كمية ممكنة. وللتأكيد، فإن هناك دعماً كبيراً وإنسانياً للشعب الفلسطيني في غزة. هذه ليست عملية إنسانية عادية في غزة، إنما عملية في منطقة حرب، وهذا هو سبب المناشدة لوقف إطلاق نار إنساني لإيصال المساعدات الإنسانية. وأضاف: لا يجب عقاب الشعب في غزة مرتين، الأولى بسبب الحرب والثانية لفقدان الغوث الإنساني.
زي ما تابعنا في التقرير امبارح كان في مشهد مهم جدا عند معبر رفح، يعني هو اكثر من مشهد، لكن المشهد الابرز هو عقد مؤتمر صحفي لامين عام الامم المتحده السيد انطونيو غوتيريش امام البوابه المصريه لمعبر رفح. المشهد ده الخلفيه معبر رفح، وجود الصحفيين بيقول للعالم كله، بيقول لنا يعني لازم حالا تدخل الشاحنات باسرع وقت ممكن وباكبر كميات ممكنه. احنا بنتكلم على تصريح لاهم شخص مسؤول في الامم المتحده في نقطه ملتهبه جدا في معبر رفح، رساله للعالم كله والراي العام العالمي، شوفوا اللي بيحصل في معبر رفح. الحقيقه يعني تشكيل او اخراج هذا المشهد في منتهى الذكاء جمانة، زي ما احنا تابعنا والصحفيين والعالم كله تابع السيد أنطونيو غوتيريش. النقطة الثانية اللي عايز أتكلم فيها معاكي برضو جمانة، المشهد الشباب اللي موجود هناك، الحقيقي شباب بيفرح، اللي يخلي شباب يتطوع ويقطع المسافة الطويلة دي ويروح معبر رفح، وزي ما بيقولوا كده احنا مرابطين في المعبر، شوفوا التعبير، مرابطين لغاية ما ندخل المساعدات لأهلنا في قطاع غزة. مشهد مفرح جدا طبعا، وفي يعني انساني جدا طبعا، مشهد يقول لك انه لا، الجيل الجديد او مش هنقول جيل جديد، شباب مصري هو شباب حقيقي قوي، وشباب وقت الجد هو موجود، مش هقول وقت الجد هو موجود حتى بس البلد، وهو وقت الجد حتى موجود الدفاع عن الحق، ومش بس مرابطين يا محمد، احنا شفنا فيديوهات يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، في ناس تقول احنا رايحين، احنا متشاهدين، احنا داخلين المساعدات دي هتدخل للناس اللي جوه، واحنا شايفين حتى يمكن مؤثرين جدا من الموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت من الاوقات كنا حقيقي بننتقدهم، بننتقد محتواهم، دلوقتي شايفينهم موجودين هناك لحظه بلحظه بينقلوا الموقف، لحظه بلحظه بيشاركوا بنفسهم عشان ايصال هذه المساعدات لاشقائنا في قطاع غزه. الحقيقه مشهد جميل. مشهد يعني يستحق ان نقف عنده، يعني مش هقول قليلا بقى، لا كثيرا. ونقول لهم كمان يعني جمانة تحية وشكر ليهم، يعني طبعًا جد احنا بنحييكم، بنحيي كل واحد راح هناك وموجود، مش بس الشباب، حتى الناس اللي شغالة في الشاحنات دي طبعًا، السائقين بتوع الشاحنات اللي يغيب عن بيته الفترة دي كلها، العمال والعمال طبعًا. واحنا بنشوف المشاهد دي، عايز حضراتكم بس تتأملوا وجوه الناس اللي موجودة هناك، والشباب في كده في عينيهم لمعة إصرار وتصميم زي ما انت قلت يا جمانة، وإحساس إن احنا مش هنتحرك من هنا إلا ما ندخل المساعدات. في متابعة كمان للوضع يا محمد، يعني في متابعة للوضع أيضا، حتى امبارح تابعنا إنه في يعني تم إعادة ترتيب الشاحنات مرة أخرى عشان الأولويات، مستلزمات الأدوية والحاجات بالظبط، إن احنا نحضر المستلزمات الطبية عشان أول إن شاء الله ما يعلنوا إن المعبر تم فتحه، أهم حاجة لازم توصل أولا هي المساعدات الطبية أو الصحية اللي لازم تدخل للقطاع، فتم مرة أخرى إعادة ترتيب لهذه الشاحنات، وبرده ده كان موجود. الحقيقة كمان الشيء الملفت للنظر جدا 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 بقى، عشان يعني نبعد عن المزايدات، الموقف المصري يا محمد. موقف المصري بجانب أنه هو موقف حق وعدل و و و، وبجانب أن احنا عندنا طبعا مشاعر غضب كبيرة جدا ومشاهد أسى كبيرة جدا، لكن لازم نتكلم على فكرة الحكمة والرشد في الإدارة، حكمة ورشد مرة أخرى في الإدارة. الأزمة أزمة دقيقة ومتشابكة ومتعددة الأبعاد، فيجب أن يعني نكون على قلب رجل واحد وصف واحد وراء هذه القيادة مرة أخرى الحكيمة. صحيح، وده موقف التاريخي للدولة المصرية، وزي ما قلنا في بداية الحلقة ساعات قليلة وحنشوف حدث مهم جدا على أرض مصر، قمة القاهرة للسلام 2023، اللي الأمل يعني في أمال معقود عليها إن شاء الله أنها تخرج بمقررات تساعد وتخفف المعاناة عن أهلنا في غزة. هنكون في متابعة مع حضراتكم طبعا في صباح الخير يا مصر وعلى شاشة الأولى لقمة القاهرة للسلام. نروح لفاصل ونرجع مرة تانية، خليكم معنا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية
وحر على جنوب الصعيد. كمان الجو هيكون لطيف في أول الليل ومايل البرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا حالا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. طبعا يمكن احنا بدأنا نشهد استقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وده بيخلينا نحس بارتفاعات طفيفة جدا في قيم درجات الحرارة عن الأيام الماضية بمعدل من درجة إلى درجتين، ده في معظم محافظات الجمهورية. عشان كده خلال فترة النهار هنحس بالأجواء الخريفية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد وأيضا جنوب سيناء، أجواء معتدلة تماما على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أجواء حارة على جنوب الصعيد. ده بيكون فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة بشكل تدريجي، بيكون ملموس أكثر ومحسوس في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات الشمالية حتى محافظات شمال الصعيد، لأن الصغرى فترة الليل بتنخفض على القاهرة الكبرى توصل ل 20 درجة مئوية، بعض الأماكن من محافظات الصعيد بتوصل ل 16 و 17 درجة مئوية، بدأ يكون في فرق درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل بدأ يوصل ل 10 و 11 درجة مئوية، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير من فرق درجات الحرارة. بالإضافة كمان الشبورة المائية دايما هي بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة في فترة الاستقرار في الأحوال الجوية، استمرار تكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وطبعا الشبورة المائية دي كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري، مدن القناة، وسط سيناء، سواحلنا الشمالية الشرقية، شبورة مائية كثيفة يعني مزيد من الانخفاض في الرؤية الأفقية. الشبورة المائية كمان بتبدأ في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا مع الساعة 7-8 صباحا تدريجي الشبورة المائية بتبدأ تتلاشى وتختفي وتبدأ الرؤية الأفقية على الطرق تتحسن بشكل تدريجي. بالإضافة كمان اليوم متوقع أن يكون معنا فرص لسقوط الأمطار الخفيفة، وهي فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية، بعض المناطق كمان من محافظات شمال الوجه البحري وخليج السويس أو مدن القناة، وهي فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية. نشاط يحنف ببعض الأماكن من جنوب سيناء لكن غير مؤثر تماما، في استقرار تام في الأحوال الجوية وكمان في الظواهر الجوية مش مؤثرة بشكل كبير، لكن هيبقى التحذير هنا من الشبورة المائية الكثيفة أحيانا على بعض الطرق وانخفاض الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر على الطرق وفرق درجات الحرارة، فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا من نوعية الملابس بشكل كبير لان تغيير نوعية الملابس واختلاف درجات الحرارة. كنت لسه اسال حضرتك التباين الكبير في درجات الحرارة الصبح من بالليل، تنصحي الناس بايه؟ هو مهم جدا ان احنا نبتدي الملابس الخريفية خاصة لو احنا بنخرج فترات الصباح الباكر، الطلبة وهم رايحين المدارس فترة الصباح الباكر، او لو بنرجع من اشغالنا فترات الليل المتأخر، الاوقات دي لازم تكون ملابس خريفية، فيفضل ان احنا نرتدي ملابس خريفية، يكون معانا جاكيت خفيف او نضيف قطعة ملابس للملابس الخريفية اللي كنا بنرتديها، لان زي ما قلنا دايما تغيير درجات الحرارة بين النهار والليل والبرودة اللي احنا بنحس بيها بالليل دي ممكن تصيبنا بنزلات البرد. بالإضافة كمان لازم تكون القيادة بهدوء تام فترات الصباح الباكر مع تكون الشبورة المائية، نشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات، ولازم طبعا المتابعة المستمرة للنشرات الجوية في فصل الخريف، لأن احنا دايما بنقول الخريف معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة واللي وارد جدا يحصل فيه تغير في خرائط الطقس من يوم للتاني. احنا متوقعين على مدار هذا الأسبوع إن شاء الله تكون الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة، يعني احنا عظمى على القاهرة الكبرى متوقع من 29 ل 31 درجة مئوية على مدار هذا الأسبوع، وتبقى الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة بإذن الله. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 29 والصغرى 21، العاصمة الإدارية 29-21، اسكندرية 28-20، العالمين الجديدة 29-19، مطروح 28-18، دمياط 28-21، بورسعيد 28-21، الإسماعيلية 30-20.
السويس العظمى فيها 30 وصورة 21، العريش 28 20، كاترين 26 12، طابة 30 21، حلايب 30 24، شلاتين 33، شرم الشيخ 32 23، الغردقة 33 22. الفيوم العظمى فيها 31 والصغرى 18، بني سويف 31 18، الوادي الجديد 34 16، أسيوط 31 17، سوهاج 33 18، قنا 34 19، الأقصر 35 19، وأخيرا أسوان العظمى فيها 35 والصغرى 21. مشاهدينا، دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لجمانة ومحمد نكمل معهم بقية فقراتنا. شكرا كريم، شكرا جزيلا. كل يوم في الوضع في غزة بيزيد تأزم. القصف الإسرائيلي يعني لم يترك منطقة حيوية إلا واستهدفها. نتكلم على استهداف منشآت، وحدات صحية، بيوت عبادة، جوامع، كنائس، في كل ساعة، مش في كل ساعة للأسف، في كل لحظة في تصعيد دون توقف. آخرها كانت الهجمة الوحشية طبعا اللي احنا تابعناها على المستشفى المعمداني، اللي كانت شاهدة على بشاعة العدوان وبشاعة الانتقام الإسرائيلي. صحيح محمد، للأسف يعني يقال حتى أنه تقريبا كل 14 دقيقة يعني بيتوفى طفل أو طفل. يعني أي حال، خلينا نتعرف على تطورات المشهد من الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، واللي موجود معنا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا دكتور أيمن، أهلا بك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير أخت جمانة، تحياتي لك وللأخ محمد ولكل السيدات والأستاذ المشاهدين والمتابعين. أهلا بحضرتك، تحية لك وتحية لكل إخواتنا في فلسطين. خلينا نعرف من حضرتك يا فندم بداية كده، يعني آخر تطورات المشهد مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية طبعا بتستهدف العزر، يعني حتى أمس كان في قصف على معظم مناطق قطاع غزة. للأسف الشديد يعني اليوم نحن ندخل في اليوم 15، وبعض طبعا إن لم يكن أغلب سكان قطاع غزة لم يقصد لهم جثن بشكل كامل. الجميع بالليل يودع بعضه البعض، وفي الصباح كأنه يعيد طبعا هذا المشهد الدرامي بشكل متواصل. الاحتلال الإسرائيلي بالأمس كان يكثف هجماته بشكل كبير جدا على شمال قطاع غزة، بيت حنون، بيت لاهي، جباليا، مدينة غزة. والأخطر كان بالأمس استهداف مستشفى القدس ومستشفى في قلب مدينة غزة، به 1200 نازح الآن. وبعض الناس الآن تهرب لما بعد أن تهدم منازلها إلى إما أماكن إيواء لوكالة غوث التشكيل للاجئين، التي لم تعد تستوعب الأعداد التي تصلها في المدارس، فيلجؤون إلى المستشفيات كما حدث في المستشفى المعمداني. كان هناك نازحين، ورأينا حجم وبشاعة هذا الإجرام. وأمس هناك 1200 نازح و400 مريض في مستشفى القدس، والاحتلال كان يصر على إخلاء المستشفى، لكن أمام صمود طبعا الطواقم الطبية والإصرار الشعب ألا يترك ذلك، قصف في مناطق كثيرة، ارتفع عدد كبير من الشهداء لكن دون أن يخلو المستشفى بشكل كامل. أيضا استمر هذا القصف في خان يونس، في رفح، في المنطقة الوسطى، هي تمتد دير البلح، صارت البرج، كل هذه المناطق كما أشرتم لم يعني تهدأ من قصف الاحتلال المتواصل برا وبحرا وجوا. واضح الكريمة وكل السادة المشاهدين يعني أن الاحتلال يتجهز إلى الحرب البرية، ولكن يعني هو يهمهم بين الفينة والأخرى في ذلك، يستعد يحدث مناورات دون البدء بهذه العملية، خاصة أنه يدرك أنه الشعب الفلسطيني يقتل كل يوم، هو يستعد أيضا للحرب البرية، عسى أن يكون الالتصاق المباشر مع حد العدو يوجع ويجعله يترك طبعا او يوقف هذه الحرب المصوره على شعبنا الفلسطيني. عدد الشهداء صحيح يقترب من 5000، نتكلم على اكثر من 4000 دكتور ايمن، واكثر من 1000 طفل فلسطيني استشهد خلال الايام الماضيه. ماساه مروعه بكل ما تعنيه هذه الكلمه. دكتور ايمن، على وقع هذا التصعيد المستمر الذي لا يتوقف في قطاع غزه من شمالها لجنوبها كما ذكرت، واستهداف كل مكان في قطاع غزه، الامل دائما فيما والهدف الرئيسي، وده يعني هنعقد او هتلتئم القمه بعد قليل، قمه القاهره للسلام، هو وقف فوري لاطلاق النار، ادخال المساعدات الانسانيه والاغاثيه. غزه تحتاج الى وصول هذه الامدادات بكافه اشكالها الغذائيه والطبيه والصحيه وغيرها. الى اي مدى المساعي الدبلوماسيه وقمة القاهرة للسلام من الممكن أن تخرج بمخرجات تساهم في حقن دماء الفلسطينيين ووقف إطلاق النار؟
بالتاكيد نحن نعول كثير على هذه القمه، ولكن قبل ان اتحدث عن القمه يعني عدد الشهداء يقترب من 5000، 1400 شهيد تحت الانقاض لم يضافوا لهذه الارقام، قرابه 2000 طفل من ضمن هؤلاء شهداء رائحه الموت في طبعا تنتشر في كل ازقه وشوارع غزه نتيجه طبعا هذا الحجم الدمار من قطاع غزه. بالتاكيد مصر بذلت جهدا كبيرا، يمكن انا اعتبر انه مصر منذ اللحظه الاولى مارست ما يطلق عليها الدبلوماسيه الخشنه عندما اصرت ان لا يسمح بمغادره قطاع غزه الاجانب الا بادخال المواد الغذائيه والطبيه والانسانيه لقطاع غزه، وحتى هذه اللحظه يعني هناك بصراحه تضارب معلومات هل تمكن من ادخال الشاحنات العشرين الاولى ام لا، يعني وصلنا بعض الصور ثم وصلنا النفي لذلك، لكن بغض النظر عن كل ذلك اليوم الان تعقد القمه اليوم في مصر، هذه القمه التي دعت لها مصر منذ طبعا الايام الاولى لهذه الحرب، كنت اامل انا كمتابع وامل ان تنتهي هذه الحرب وزرها ان يشارك اكبر من هذا العدد في هذه القمه اللي تقريبا من تشاركون بها 35 تقريبا بين دوله ومؤسسه، الولايات المتحده الامريكيه لا تشارك بذلك والاحتلال بالتاكيد طبعا، وهذا يفقد ادوات الضغط بصراحه على الاحتلال لوقف هذه الحرب المصعوره. انا اعتقد مصر تريد من هذه القمه ان تضع العالم امام مسؤوليته بشكل كامل، لان من اوصل هذه الامور الى هذا الحد هو الاحتلال الاسرائيلي، وبالتالي على العالم ان يقول كلمه. هناك فشل في اصدار قرار مجلس الامن حتى الان، امين عام الامم المتحده امس امام المنفذ كان يعبر عن طبعا ضعف وعجز المؤسسات الدوليه عن الضغط على الاحتلال الاسرائيلي. هذه القمه اعتقد يعني مخرجات هو دعم للشعب الفلسطيني، الحديث على حراك قد نشهد بعد ذلك بشكل اساسي دبلوماسي للضغط على الاحتلال والولايات المتحده الامريكيه بالتحديد التي ارسلت طائراتها وجنودها الى المنطقه بضروره وقف هذه الحرب المصوره، لانه من يقتل بهذه الحرب هو طبعاً الابرياء الذين لا دخل لهم بما حدث يوم 7 اكتوبر وما سيتبع ذلك للاسف الشديد. طبعا دكتور ايمن، حقيقه الوضع الانساني يعني لا يوصف في غزه، ويعني بنشوف وبنتابع الفيديوهات وبنتابع الاخبار طول الوقت، يعني الحقيقه شيء يكسر القلب، شيء حتى يعني اصعب من احنا عارفين نتعامل، مش قادرين حتى نتقبله. عايز اعرف من حضرتك الوضع الانساني في غزه ازاي، اهل غزه عارفين يتعايشوا تحت هذا القصف يعني الغير انساني والغير مقبول باي شكل من الاشكال؟ يعني عمليه التعايش صعبه رغم غزه تعرضت لاكثر من 6-7 حروب خلال طبعا المتحدث 15 عاما الماضيه، وهناك طبعا يعني مشاهد كما يقال يشيب منها الغلمان مما يرى، اسر شطبت بشكل كامل، اكثر من 55 اسره شطبت بشكل كامل من السجل المدني، لم يبقى من يحمل اسم هذه العائله، هناك اطفال اصبحوا مشردين بعد ان قتلت طبعا والديهم واخواتهم، بالتالي نرى طفل لوحده من بقره من اسره، طفل وطفله احيانا يكون طبعا هذا المشاهد ماساويه فتاخذهم اسر اخرى، جزء من يعني اكثر من تحدث بارقام اكثر من نصف سكان قطاع غزه تركوا منازلهم يعيشون في خيام ايواء الان، ورغم كل ذلك حتى اماكن الايواء لا تسلم كما اشرنا كما راينا في مستشفى المعمداني، في مستشفى القدس، في مدارس مثل مدرسه عبد العزيز احمد عبد العزيز في خان يونس وغيرها من الاماكن التي قصفت بشكل كامل. هناك نقص بصراحه كبير جدا، اولا في الامكانيات الطبيه حيث بعض المستشفيات الان ليس لديها لا يود ولا قطن ولا شاش، وهي اقل ادوات الاسعافات الاوليه. حتى فندم شفنا دكاتره في بعض المقاطع بتجري بعض عمليات صغيره طبعا على ضوء الكشاف، يعني وصلنا الى هذا الحد بالضبط. الكهرباء يعني شبه منقطع عن قطاع غزه بشكل كامل، ما بقى كان من كميه صغيره جدا تم توفيرها عن طريق الامم المتحده لتشغيل عدد قليل من المستشفيات، وهذا بالتاكيد ينضب بشكل كبير جدا ان لم يتم التمكن من ادخال فقط بعض الوقود لاشغال بعض المولدات، فانا اعتقد الامر مأساوي. الثلاجات لم تعد تستوعب عدد الشهداء للاسف الشديد. ايضا دكتور ايمن يعني هناك خروج لعدد كبير من المستشفيات من الخدمه داخل القطاع، يعني احنا امام انهيار يعني شبه كامل للاسف للقطاع الصحي. عايز اسال حضرتك يا فندم فيما يتعلق بالمسارات المقبله، يعني فشل القرار البرازيلي والقرار الروسي من تمريره في مجلس الامن
بوقف إطلاق النار، هناك تعاطف ومساندة غير مسبوقة دولية لكبريات عواصم القرار في العالم مع إسرائيل. كيف يمكن أن يكون لدينا صوت عربي موحد وتقديم رؤية عربية موحدة؟ لأن في أوراق ضغط أكيد موجودة في العالم العربي، وقمة القاهرة للسلام إزاي ممكن تسمح لنا أو تتيح لنا وتفتح لنا هذه المساحة لتقديم صوت عربي موحد في مواجهة هذا التعاطف العالمي والدولي غير المسبوق مع إسرائيل؟ للأسف الشديد أخي الكريم، اجتماع وزراء الخارجية العرب طبعا لم يضع أدوات طبعا ضغط عربية بشكل أساسي، وبالتالي كانت أنا أعتقد التي تم القمة وزراء الخارجية العرب التي تم الاتفاق على تبقى جلسة مفتوحة لم تعاود الاجتماع لوضع آليات أخرى. اليوم في طبعا في بعض الدول أو أغلب الدول العربية تشارك في مؤتمر السلام اليوم في القاهرة. أتمنى أن يضع العرب أقل تقدير، نتحدث عن كما أشرت أنا دائما أحب أستخدم هذا المصطلح الدبلوماسية الخشنة التي مارست مصر. استخدام هذه طبعا الدبلوماسية الخشنة قد يدفع باتجاه أن يخفف بشكل أو آخر على الشعب الفلسطيني طبعا هذه الحرب الضروس لشعبنا الفلسطيني في ظل هذه الهجمة. أقل تقدير ممكن الحديث عن سلاح اقتصادي كما استخدم في حرب 73، قد نتحدث عن موضوع العلاقات الدبلوماسية بين بعض الدول التي لا تربطها حدود مع الاحتلال الإسرائيلي مثل الدول العربية التي وقعت اتفاقية تطبيع. أقل تقدير التلوح أنها ستعيد طبعا النظر في هذه الاتفاقيات، بغيره لا أستطيع أن أتحدث عن ذلك. دائما لدينا طبعا شواهد في التاريخ أثرت على ذلك. ما نمتلكه الآن كعرب أنا أعتقد الأقوى اللي ممكن نستخدمه سلاح الاقتصادي. يعني حننتظر إن شاء الله وعلى أمل بموقف عربي موحد يعني يكون على مستوى هذا الحدث وعلى مستوى ما يقدمه الفلسطينيون من شهداء يوميا في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية. امبارح يعني 13 فلسطيني امبارح للأسف استشهدوا. بنشكر حضرتك دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. شادين الثمانة صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا حمدين، تفضلي يا لميا. شكرا لك جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تستضيف مصر اليوم قمة القاهرة للسلام، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تهدف إلى بحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام. كما تناقش القمة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002 بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم، وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وتحشد القاهرة الدول الغربية والإقليمية الفاعلة لدعم التحركات المصرية التي تهدف من خلالها مصر لتوفير ممر آمن وعاجل لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وأيضا للتأكيد على الرفض القاطع لأي محاولات ترمي لتصفية القضية الفلسطينية على أساس دعوات للنزوح أو سياسات التهجير. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيسين ناقشا آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة وجهود احتواء الموقف. وأشاد الرئيس الفرنسي بجهود مصر في هذا الصدد، لا سيما دورها القيادي في تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع. وأكد الرئيسان الضرورة القصوى لضمان تدفق المساعدات بما يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة. وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيسين توافقا بشأن خطورة الوضع الحالي، لا سيما في ظل التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في غزة، حيث استعرض الرئيسان التحركات الجارية لحشد المجتمع الدولي نحو موقف موحد لدفع التهدئات وخفض التصعيد.
وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس التركي ثمن الدور المصري في تنسيق الجهود الإنسانية وتعزيز مسار السلام، حيث شدد الرئيسان على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم وكذلك ضرورة استدامة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وبشكل مستدام، مع تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي استنادا لحل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة من مواد طبية وإنسانية لمساعدة 2.3 مليون فلسطيني موجودين في القطاع. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة التحرك من أجل احتواء التطورات التي قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن هناك حاجة للتنسيق والتعاون من أجل ألا تنزلق المنطقة في حرب على المستوى الإقليمي بالكامل ويكون تأثيرها مدمر على المنطقة. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال مساعدات إنسانية طارئة في أسرع وقت ممكن إلى مصر من أجل غزة، وذلك في ظل الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع والذي يتعرض للقصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر. وقال ماكرون إن فرنسا قررت زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تقدمها للشعب الفلسطيني بنحو 10 ملايين يورو. كما أكد ماكرون أنه لا يستبعد التوجه إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة أو الأسابيع المقبلة إذا كانت لهذه الجولة نتائج مفيدة، مشيرا إلى أن التوجه إلى المنطقة سيعتمد على المناقشات التي سيجريها في الساعات والأيام المقبلة مع جميع زعماء المنطقة. استشهد نحو 30 فلسطينيا فجر اليوم في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر، بينما استشهد 14 مواطنا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع. وأوضحت المصادر أن فلسطينيين اثنين استشهد في قصف استهدف منزلا في منطقة في حي السلام برفح إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف، بينما استشهد 5 آخرون من بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا غرب رفح، كما أصيب فلسطيني آخر في قصف استهدف منزلا في منطقة الصيامات غرب رفح. مشاهدينا انتهى موجز 8، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. الأزمة اللي موجودة أزمة كبيرة جدا، ورد الفعل اللي موجود أتحسب إنه هيتجاوز رد الفعل حق الدفاع ويتحول إلى عقاب جماعي. إذا نعرف إن في عبارة عن تراكم من حالات الغضب والطبيعية ترتبط على مدى أكثر من 40 سنة. إحنا بنقول ده عشان نأسس على جهدنا وحركتنا المطلوبة لإيقاف تطورات الأزمة دي اللي ممكن يبقى لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط كله. مهم جدا جدا ان احنا نخفض التوتر وايضا ييسر دخول المساعدات الى قطاع غزه. نرحب بحضراتكم مره ثانيه، وما زال حديثنا مستمر عن قمه القاهره للسلام. قمة القاهرة للسلام اللي بتنعقد من أجل فلسطين واللي بيجتمع فيها قادة وزعماء وممثلين أكثر من 30 دولة النهاردة تحت مظلة مصر بقمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية، استجاب لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. الحقيقة أن تحركات مصر جمانة الواسعة على كل الأصعدة لاحتواء الموقف في غزة بدأت مع اللحظة الأولى لحرب إسرائيل على قطاع غزة. خلونا نتعرف أكتر مع حضراتكم على ما هو المنتظر من قمة القاهرة للسلام مع ضيفنا اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل. صباح الخير أستاذ ناجي، منورنا ومشرفنا.
قمة مرتقبة، يعني حضور دولي كبير وحضور إقليمي، استجابة لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما المنتظر من هذه القمة؟ يعني منتظر ان هي يعني تخفض التصعيد الحادث في غزة. العالم كله يتكلم عن ضرورة وقف الغارات الوحشية الإسرائيلية على أهلنا المدنيين في غزة. القمة أكيد تبحث كيفية إيجاد ممرات آمنة المساعدات تذهب إليها من رفح المصرية إلى قطاع غزة. والأهم طبعا أن هذه القمة هي أول يعني فرصة حقيقية على مستوى دولي ومستوى إقليمي لكي تبحث في القضية الفلسطينية برمتها، لأن القضية الفلسطينية كانت راحت في شبهات عميقة، كانت بس الأولوية الأولى يعني الملحة دلوقتي وقف إطلاق النار، إيصال المساعدات الإنسانية، هي هتناقش في أتناقش الأولوية في الأجل دي الأولوية، إنما هتناقش كل حاجة. يعني هي تسليط الضوء بشكل قوي على القضية الفلسطينية، أسبابها وما هو العلاج لإنهاء هذا النزاع المستمر، لأن القضية الفلسطينية يعني هي مر عليها حوالي عقد من الزمان الاهتمام حتى المحلي فطر بيها، الاهتمام العربي غاب، حماس الشعوب العربية بيها، وكانت قضية الأولى طول عمرها منذ 75 عام من صف فلسطين قل قليلا. أهمية اللي قامت به مصر، أهمية اللي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه هو يعني احيا القضيه الفلسطينيه من جديد وسلط الضوء بشكل قوي على المخطط اللي اتامرت عليه، ليست فقط حكومه الحرب المصرفه نتنياهوية ولكن ايضا حكومات غربيه كلهم لقوا الوقت مناسب لتنفيذ صفقه القرن اللي كان تحدث عنها ترامب منذ ايام ما كان رئيسا من 5 سنوات أو 6 سنوات، وبرضه كانت تقصرت بس بهدوء على الموقف المصري لما الرئيس السيسي واجه في المحافل الدوليه كلها وقال لك احنا مع حل الدولتين واقامه دوله فلسطينيه على حدود 4 من يونيو 67 ما عملناش مواجهه، لان هو ترامب ما سمع ومضى في طريقه، انما هو نتنياهو ومعاه حكومات المانيا وفرنسا وبريطانيا الولايات المتحده الامريكيه تخيلوا ان اللحظه اصبحت مناسبه لتنفيذ هذا المخطط واعلان يهوديه الدوله اليهوديه دوله اسرائيل، وده من خلال ان اولا قلت لحضرتك ان الشعور العربي بالقضيه الفلسطينيه غاب شويه، قطاع التطبيع اصبح قطاع كهربائي يتحرك بسرعه مطلقه، فرصه المقاومه الفلسطينيه عملت عمليه استراتيجيه زلزله الكيان الاسرائيلي صحيح. فيها فقالوا فرصه ان احنا نرد وننفذ المخطط ده، مخطط صفقه القرن. وكان تخيل ان مصر هتتجاهل الامر، مصر عندها 9 مليون ضيف، ما فيش حاجه بيبقى 10 11 مليون، ولكن المفروض طبعا ان مصر هنا وقفت وقفه التاريخ سوف يسجلها لها، لان هذه الوقفه هي اللي انقذت القضيه الفلسطينيه من انها تروح في طي نسيان، هي منعت تصفيق القضيه الفلسطينيه. تصفيق القضيه صحيح. وده اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بدايه الازمه وسلط الضوء عليه بقوه، وكانت ما فيش حد كان بيتكلم بهذه المصارحه والمكاشفه. صحيح. كان الكل بيتكلم في اوض مغلقه ولا يصدرها الراي العام. الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا، قال المؤامره كلها واضحه وقال لن نقبل بتصفيق القضيه الفلسطينيه، وان ده وان الخط الامن القومي المصري خط احمر لن نسمح بتجاوزه. طيب استاذ ناجي، حتى الان يعني تم تاكيد حضور 31 دوله لقمه القاهره للسلام، وايضا حضور 3 منظمات دوليه، ابرز هذه الدول يا فندم؟ الدول الاقليميه المؤثره يعني السعوديه، الكويت، قطر، الامارات، تركيا حاضره، دي دول اقليميه مؤثره. الدول الدولية طبعا جايين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على مستوى وزارة الخارجية، وجاية إسبانيا وإيطاليا على مستوى الرؤساء. لا معلش، أرجع لحضرتك النقطة دي، الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مستوى وزراء الخارجية. وكذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا على مستوى وزارة الوزراء. ده 31 دولة، منهم طبعا أمين عام الأمم المتحدة، منهم رئيس المجلس الاوروبي كمان، ومنهم الرئيس
المفوضيه الخارجيه للاتحاد الاوروبي، فهي دي يبقى في 21 دوله هيناقشوا كل ما تعرض لهم القضيه الفلسطينيه الان، وخاصه ان جدول اعمال مصر يعني اعدته اعداد جيد، وكان في اتصالات مباشره بين وزير خارجيه مصر وبين وزراء خارجيه تلك الدول، واعتقد ان هذا اعلى تمثيل دولي لناقش قضيه فلسطين منذ ثلاث عقود تقريبا، يعني منذ اتفاقيات اوسلو اللي ناتج عنها دوله فلسطين في الضفه والقطاع، لم يهتم العالم بانهم يجلسوا على طاوله واحده يناقشوا قضيه فلسطين، وهم كانوا مصورين ان خلاص بقت في طي النسيان ولن تقوم لها قائمه. الغرب تخيل ذلك وقال ان بقى عمليه المقاومه الضخمه ديت ممكن تكون فرصه لكي ينتهوا منها الى الابد. التاكيد اللي بياكده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مناسبه وفي كل لقاء حتى خلال الايام الماضيه مع قاده وزعماء العالم على انه لا للتهجير ولا للتوطين اهلنا في غزه، وده يعتبر خط احمر يعني مساس مباشر بالامن القومي المصري. شفنا ده في المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك بالامس، بالقمه المصريه الاردنيه مع الملك عبد الله، واعتقد انه هيكون في تاكيد او مخرج مهم جدا في قمة القاهرة للسلام بأن يظل الفلسطينيون على أرضهم، عدم الانصياع لأي سيناريو خاص بالتهجير أو التوطين أو ما يعرف ما بين قوسين الوطن البديل لأهلنا في فلسطين. هذا كلام صحيح، والكلام ده الرئيس السيسي أكده مع وزير الخارجية الأمريكي مباشرة على الهواء، وتراجع الرئيس الأمريكي بايدن عن وجهه نظره وقال في مؤتمر صحفي في البيت الابيض انه محل دولتين. صحيح. وده معناه ان في دوله فلسطينيه طبقا لقرارات الشريعه الدوليه. ده اكبر نجاح حققته الدبلوماسيه المصريه في الاونه الاخيره. لو ما كانش كده كانك بتعمل تصفيه للقضيه الفلسطينيه، يعني فكره تصفيه مباشره. اعلنوا بوضوح لان صفقه القرن اللي معرضها الرئيس ترامب هي دي صفقه القرن. ما حدش من دول المنطقه تحدث عنها بوضوح. الكل كان بفهم اللي هيحصل ويعني بيتجاهل الامر. مصر اعلنت بعبارات محدده مع حل دولتين ومقامه دوله فلسطين. انما لاول مره هذا الكلام يتقال مباشره وبوضوح شديد جدا، ويعني معلنا ان ده تصفيه للقضيه الفلسطينيه. ده موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعشان كده بقول لحضرتك ده موقف تاريخي هيسجله المصريين والعرب والفلسطينيين في التاريخ لما يتحدثون عن ان القضيه الفلسطينيه كانت خلاص هتذهب بادراج الرياح وكان يبقى في طي الكتمان لولا هذا الموقف المصري الشجاع اللي وصل فيه الدبلوماسيه المصريه الى القمه. يعني انت عملت عمل، انت ما حاربتش، انت عملت عمل دبلوماسي ضخم جدا، وضعت كل العالم امام مسؤولياته، اوجدت شعور قوي جدا تجاه القضيه الفلسطينيه. صحيح. يعني هذا الشعور العربي اللي كان اسرائيل ما برضه من غزه كل شويه اسرائيل بتضربها وبتضربها ضربات مميته. ايه المختلف المرات؟ المختلف المرات هو موقف مصر. موقف مصر الشجاع اللي حطوا نقط على الحروف، وحتى لما يعني واجه احلام نتنياهو بانه وحج نتنياهو ان هو عايز يعني يصفي المقاومه فيوديهم هجره مؤقته، فحطوا النقطه في المنشار وقالوا تمددون صحراء النقب. صحيح. الرئيس السيسي لا يقصد توطين الفلسطينيين في صحراء النقب، ولكن يقصد يرد على حجه نتنياهو انه عايز يعني يخلص البنيه التحتيه للمقاومه، ولا نستطيع ان يخلص عليه، وعشان كده هو مش عارف يدخل، مش عارف يفتح غباء. بعدين المقاومه فكره، يعني حتى لو تم القضاء يعني سيناريو، لكن هتبقى المقاومه ما دام بقي الاحتلال. يعني نعم. ده بحكم القانون الدولي يا فندم، اي دوله تحت الاحتلال برافو عليك لازم حقه انه يدافع عنه. يعني هذا انا، وعشان كده الانزعاج الشديد جدا لكن انا لاني سخريا انزعجت انه، واعتقد مصر الرسميه، هو هذا التأييد العالمي الجارف من الدول الكبرى الغربيه للضربات. لا هو ده اللي يوضح يا فندم، لانه فعلا حتى هذا التأييد يعني الغير مسبوق يوضح انه بالفعل في مخطط كبير، وانه زي ما حضرتك تحدثت عن صفقه القرن، والفكره انه كمان يعني لو حتى رجعنا بالوقت شويه الحقيقه انه اسرائيل لم تنسى ابدا خروجها من سيناء. يعني فكرة تصريح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تحدث عن أن قضية فلسطين بالجانب أنها قضية مركزية وقضية عربية ويجب حل الدولتين، إلا أنها برضو قضية أمن قومي، لأنه الإسرائيليين لم ينسوا خروجهم من سيناء، وحتى لما تحدثوا عن أرض سيناء
يعني صرحوا بالمناسبة أنه حتى صحراء النقب لا تعوض أرض سيناء، وحتى يمكن في حديث لريال شارون كان تحدث أن الخروج من سيناء كان غلطة كبرى بالنسبة لهم. فإحنا من أمام مخطط كبير، مش مجرد فكرة تصعيد في غزة، وأكيد إحنا يعني ما يحدث في غزة مرفوض رفض قاطع. بس خليني أعرف من حضرتك برضو، في ظل هذا الزخم الدولي الموجود في قمة القاهرة للسلام، مهم أن إحنا نبقى عارفين إيه أدواتنا وألياتنا للضغط على الكيان الإسرائيلي المحتل. لازم نبقى عارفين إيه الآليات وأدوات الضغط اللي تمتلكها الدول العربية والدول الحاضرة في هذه القمة عشان تقدر تحقق الأهداف المرجوة من هذه القمة، وأهمها حل الدولتين، وقف ثوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات. أنا أتفق معك تماما، إنما إحنا إيه اللي بنتملكه الدول العربية تملك الكثير. تعرف لما استخدمنا سلاح البترول في ثلاث سنين عندما اجتمعنا يا فندم، وملا خزائن الدول البترولية. صحيح. رفع برميل الدولار من دولار وشوية إلى 40 دولار. صحيح. وهم استفادوا منه، وده ببطولة الجندي المصري. فعندك أسلحة متعددة، أسلحة ضخمة جدا، ولكن للأسف الشديد قلت لكم إن هم يعني نجح الإعلام الصهيوني اللي هو أساسا إعلام غرب، الإعلام الغربي كله، نجح إن هو يعني يقلل الاهتمام بالقضية الفلسطينية. يخليها يعني خلاص، لدرجه ان احنا بقينا تعودنا كشعوب عربيه على الضربات القاتله والمميته للسلاح الجوي الاسرائيلي كل شويه، وعلى ان احنا نسمع على اعداد الشهداء ونمضي في طريقنا عادي. المره دي بقى مصر نهضت بمسؤوليتها، نهضت بدورها كقائد الامم العربيه. يعني هذه الازمه اكدت ان احلام البعض بان هو يعني يرث الدور المصري اوهام وسراب، وان مصر تظل هي مفتاح الحل، بدليل ان كل العالم كلها تصل مصر، كل زعماء العالم جم مصر. صحيح. لانه قالوا انها مفتاح الحل، وانها قائد العرب، وان رئيس مصر شاء هو او لم يشئ، شاء الاخر او نشئ هو زعيم العرب. ديت حقائق التاريخ والجغرافيا بتؤكدها، حتى واحنا في ازمتنا الاقتصاديه، لان هذا الموقف اللي انا بعتبره موقف البطوله والشجاعة للرئيس عبد الفتاح السيسي وانسحب بعد ذلك على الدول المصريه كلها، هو موقف من يعلم تماما مسؤوليته التاريخيه تجاه امته العربيه وتجاه قضيه فلسطين اللي عاد لها من جديد تبقى قضيه العرب الاولى وقضيته محوريه. طب ورقه مهمه من اوراق الضغط يعني المصري والعربي، فكره الضغط الشعبي او الراي العام في العالم العربي في العواصم العربية. امبارح أنا عايز أربط مشهد القمة النهاردة بمشهد الأمس، مشهد خروج الملايين في مسيرات تؤيد القضية الفلسطينية وتدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدفاع عن الأمن القومي. المشهد ده العالم بيشوفه إزاي، وإزاي ده يمكن استثماره كورقة ضغط حقيقية؟ لأنه حتى الرئيس قالها في مؤتمره مع أولاف شولتز المستشار الألماني، اتكلم بشكل مباشر، قال أنا ممكن أخلي المصريين ينزلوا، ودي تعتبر ورقة ضاغطة أمام الرأي العام العالمي أنه شعوبنا لن تقبل بما يحدث. حتى مشهد امبارح لما شفنا على معبر رفح أمين عام الأمم المتحدة، إزاي بنشتغل على هذا المسار، المسار غير الرسمي فقط، المسار الشعبي، وتصدير صورة للعالم أنه على هذه الأرض شعوب لن تقبل باستمرار ما يحدث. ما هي دي إدارة الأزمة بشكل علمي، والنجاح والدبلوماسية وصلت فيها إلى قمة النجاح. فأنا أعتقد أن بكرة يدرسوا الإدارة الدبلوماسية المصرية للهجمات الإسرائيلية القاتلة على أهلنا في غزة، لأن أنت مش بس عملت شعور عربي، أنت عملت شعور لدى دول الغرب اللي هي مساندة للعدوان، التي كانت مؤيدة لإعلان يهودي الدولة الإسرائيلية وتصفيه القضية الفلسطينية وتهجيرهم. أنت عملت هناك، عملت تغيير، وعملت حتى لحلحة في مواقف هذه الدول، رؤساء حكومات هذه الدول الرسمية عملت فيها لحلحة. لما يجي بايدن يقول لك أنا مع حل الدولتين ومع إيصال المساعدات، ده متغير ضخم جدا. ده ممكن يستمر أستاذ ناجي، يعني فكرة تعديل بعض المواقف للدول الكبرى اللي هي بتقف مع إسرائيل، ده ممكن نشوفه أو نشهده خلال الفترة اللي جاية، يحصل تعديلات للمواقف في صالح اهلنا في غزه او القضيه الفلسطينيه؟ اكيد طبعا، ما هي دي مواقف رسميه بتعلن مش هيتراجعوا عنها. انما هو اللي انت حضرتك قلته اللي هو التأييد الشعبي الضخم المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي، ده هو الشعب ما صدق ان الرئيس قال له. يعني الرئيس لما مجرد ما قال كلمتين مع الرئيس الالماني، انا لو قلت للشعب ينزل هضر الملايين، نزلت الملايين بعدها على طول مباشره. وهنا الاحزاب المصريه لعبت دور كبير جدا طبعا، وانا اعتقد واربط دور الاحزاب المصريه بالحوار الوطني.
لان الحوار الوطني هو الفتح المناخ والمجال العام هو اللي احيا دور الاحزاب السياسيه من ثباتها العميق ايضا واصبح لها دور في وقت الشارع المصري. امس واول امس واول اول امس ثلاث ايام الاخيره الاحزاب المصريه لعبت دور كبير جدا في قياده الشارع المصري لاعلان تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه القوي والضخم المساند للقضيه الفلسطينيه في اعلان ان خط الامن القومي المصري خط احمر وايضا في اعلان رفضها للقضيه الفلسطينيه. احنا كان بالاول امس كان في مؤتمر للاحزاب السياسيه في قاعه الاجتماعات الكبرى في الازهر في الازهر الشريف اللي في مدينه نصر. كانت مظاهره حزبيه تعلن انها بتساند مصر الرسميه وهي واصبحت بقى الثالوث بقى مصر الرسميه ومصر الحزبيه ومصر الشعبيه كلهما معا من اجل حمايه الامن القومي ومن اجل ايجاد ايصال رساله للعالم كله ان الشعب المصري يقف خلف قيادته. لان حروب الجيل الرابع واللجان الالكترونيه كانت في يوم من الايام عانت ان فيه هو بين الرئيس والشعب وان المساله ديت بتتسع. جات الايام الثلاثه اللي تؤكد الدنيا كلها ان الرئيس ان الشعب المصري يثق في رئيسه ويدعمه تماما ولن يتخلى عن امن القومي المصري ولن يتخلى عن القضيه الفلسطينيه. هذا الشعور الشعبي اللي ظهر ساطعا للدنيا كلها واتنقل الى العواصم العربيه. يعني ما كانش فيه تحركات. التحرك المصري الرسمي والشعبي هو اللي اوجد تحرك عربي رسمي وشعبي هو اللي اوجد تحرك لدى حكومات الدول الاجنبيه وخاصه الدول المسانده لعدوان العواصم الكبرى برلين ولندن وباريس وبدانا نشوف تظاهرات وتحركات حتى في الشارع تحركات كبيره هناك بره واصبح مش قابلين اللي بيحصل في غزه انسانيا يعني منطق انساني. كان في اقتحام لمجلس النواب الامريكي صحيح يعني ده لم تحدث المظاهرات من مجتمع اليهود بالمناسبه يعني هو مجتمع معاكي برافو عليك معاكي حق وفي 20 نائب في مجلس العموم البريطاني قدموا سألتهم احتجاجا على موقف بلادهم من هذه الازمه. هذا الكلام تخيل بقى لو مصر ما وقفتش لم تقف في هذا اليوم واعلنت وكشفت المخطط بوضوح وقالت لا لتصفيه القضيه الفلسطينيه وان الخط الامن القومي المصري خط احمر. تخيل لو ده المشهد ده ما حصلش ايه اللي كان يحصل؟ كان الامور مرت خلاص. لكن طلع شعور ما كانش حد اتحرك وكان اصبحت بقى ايه مساله اوتوماتيك زي ما حصلت اللي قبل كده. ولكن يعني عشان بقول لك ان مصر احيت القضيه الفلسطينيه من جديد وكانت دي المفروض ان هو المخطط لها انها تبقى في ادراك ان في خلاص تروح طيب تتمام وتتنسى. طبعا هو مخطط كمان يعني هو احنا يعني ما زلنا في اعتقد لسه يعني هنتابع اعتقد احداث كثيره على مدار الايام القادمه يعني صحيح. بس يعني وقفنا هذا المخطط وكشفناه هذا المخطط فبالتالي احنا واقفين موقف واضح وصريح وبالتالي احنا على ارض صلبه ومن هذا المنطلق مصر تتقدم وتتصرف. نعم. في نقطه حضرتك تتحدث عنها فكره الضغط الشعبي بس ممكن عشان نوضح اكتر للساده المشاهدين اهميه هذا الضغط الشعبي واهميه تأييد المصري لدعوة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والنزول إلى الشوارع لتأييد الدور المصري والموقف المصري تجاه هذه القضية الفلسطينية. ممكن حد يقول إيه علاقة الضغط الشعبي والمظاهرات بدول الغرب والدول المؤيدة لإسرائيل؟ هيفرق في إيه؟ يعني كيف تترجم هذه المظاهرات وهذا الدعم الشعبي لدى الدول الداعمة لموقف هذا الكيان المحتل؟ يعني أولا نمرة أول يعني حاجة بتقولها هذه المظاهرات المدنية في شوارع مصر كلها وميادينها إن مصر الشعبية بتساند مصر الرسمية وإن الشعب المصري خلف رئيسه. الغرب يفهم دي كويس قوي وخاصة إن الغرب كان بيضغط في الأونة الأخيرة في الأسابيع الأخيرة على مصر الرسمية ضغوط تصل لحد الابتزاز. صحيح. فهذا الموضوع تم إنهاءه إلى الأبد بان الشعب المصري وراء رئيسه وان الشعب المصري اللي خرج في هذه الايام الثلاثه ونفس الشعب المصري اللي خرج في 30 يونيو و3 يوليو و26 يوليو 2013 وهو بيعيد الثقه تاني مره اخرى وبشكل قوي مع رئيسه وفي قضيه كانت اصبحت تبقى في منسيه احياها من جديد. نمره 2 ان تاثير الشعور المصري العارم لدى احزاب مصر ونقابتها المهنيه ومنظمتها المجتمع المدني والراي العام المصري العادي كان ظهر في هذه التراجعات اللي بقت سريعه. يعني احنا اعلنا موقفنا ولكن هذه التراجعات في مواقف حكومات الدول الغربيه المؤيده للعدوان اسبابها ايه؟
انه لا ان بقت قضيه شعوب, ان هذه القضيه قضيه شعوب. صحيح. لان الراي العام المصري الشعبي اللي هو ظهر ظهر بملايين اتنقل صداه الى الراي العام العربي ايضا بمئات الالوف, وانتقل صداه الى المجتمع الغربي الدولي. فهذا الكلام هم لا هم هناك لا يستطيعون ان يتجاهلوا هذا, يعني هم هناك لا يستطيعون ان يتجاهلوا الراي العام الشعبي المساند لقيادته. وده اللي يقول لك ان بايدن لما راح القدس قال كلام في بدايه الزياره قال عكسه في نهايه الزياره. صحيح. طب الى جانب الضغط الشعبي, ومهم جدا تصدير الصوره دي للخارج انه الشعب بيلتف حوالين قائده, انه العواصم العربيه والاسلاميه كلها غاضبه, الى جانب ده البعض ممكن يقول لحضرتك انه الغرب لا يفهم الا لغه القوه, لغه المصالح, وهنا اوراق مهمه يعني. وهل قمه القاهره للسلام مع هذا الوجود العربي اللافت على مستوى رفيع ممكن يوحد الصوت العربي, يبقى فيه اتفاق على حد ادنى من التعامل مع التصرفات والسلوكيات الخاصه الغربيه الفتره المقبله؟ هل ده ممكن نشوفه ترجمه صوت الشعب لمواجهه الغرب بشكل احنا شفناه لسه هنشوفه, لان الانباء كلها جت من العواصم العربيه انها مع ايقاف العدوان مع ايصال المساعدات مع حل الدولتين. وده الموقف المصري اللي اعلن من اليوم الاول للازمه. فكل العواصم العربيه اعلنت هذا الموضوع, فاصبح فيه موقف رسمي عربي واحد. الموقف الشعبي الان المظاهرات في كل مكان. وبالتالي انت في عمليه اشبه بما حدث في 6 اكتوبر 73. في نوع من الاجماع الشعبي. الاصطفاف الرسمي والشعبي حوالين القضيه, حول قضيه ما. هذا الاصطفاف الشعبي بوادره ظهرت وجت لنا رسائل من كل العواصم العربيه ومن كل البلدان العربيه بان احنا مع 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 الثلاثه اللي مصر قالت: ايقاف العدوان, ايصال المساعدات, حل القضيه الفلسطينيه وحل الدولتين وهما دوله فلسطين. وده هذا الكلام بقى تلاقيه هو موقف رئيس اسبانيا ايضا موقف ايطاليا ايضا موقف روسيا موقف الصين. ده انت مش بس انتقلت من التاثير على المحيط العربي, انتقلت على التاثير على المحيط الدولي. صحيح. منهم دول شرقيه وعظمى ودول غربيه لها مكانتها في اوروبا. صحيح. دايما ثوابت السياسه المصريه دايما في التعامل مع القضيه الفلسطينيه, ثوابت القوه ابدا. القوه انت عندك القوه. انت ناسي ان الرئيس يسال في احتفالات اكتوبر الجيش المصري, طالما الجيش المصري فعلها مره ممكن يفعلها كل مره. وهذا كلام ما كانش بناء على كلام بس في الاوائل. طبعا اكيد انت بناء على قدره ومعرفه قدرتك يعني. بكل تاكيد يا فندم. وايضا هذا الاصطفاف الشعبي يؤكد عدم التراجع عن هذا القرار. انا يعني بشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل, نورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا لحضرتك. صباح الخير على حضرتك. لسه مع حضراتكم, تابعونا, هنروح فاصل ونرجع مره ثانيه. وصباح الخير يا مصر. لسه معاكم مشاهدينا في صباح الخير يا مصر, ومتابعة لأحداث غزة وقمة القاهرة للسلام. الكلمة لها دور مهم جدا, الكلمة والكاميرا ودور الإعلاميين والصحفيين في ظل الحروب لها أهمية كبيرة جدا. وللأسف الإعلامي بيتعامل مع الحروب بضغوطات شديدة جدا, واحنا بنشوف حرب غير إنسانية بالمرة, قصف للأبرياء والمدنيين والجوامع والكنائس والمنشآت الصحية والمستشفيات. النهاردة مشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر إعلامية فلسطينية مقيمة معانا هنا, هي من غزة ومقيمة معانا في القاهرة, هتكون معانا وهنتكلم معاها عن الإعلام ودور الإعلام وحياتنا في القاهرة, وإزاي بتتواصل كمان مع أهلنا والإعلاميين في غزة. صحيح يا محمد, الحقيقة يمكن بالرغم من أنه الوضع الإنساني على الأرض أصعب مما نتخيل, إلا أنه أصغر طفل فلسطيني رافع راسه لأنه صاحب حق وصاحب الأرض. خلينا في تفاصيل أكتر عن خطورة الوضع في غزة, كيفية نجاة الأسر من قصف الاحتلال للمنازل, إزاي بيتم إجلاء المواطنين من منازلهم, حتى يعني لو هنقول طرق التعايش لإخواتنا الفلسطينيين تحت هذا القصف العنيف. من الأستاذة مريم أيوب إعلامية فلسطينية من قطاع غزة ومقيمة في مصر. صباح الخير عليكي, منورانا. صباح الخير. صباح النور.
استاذ مريم، في البدايه خليني الاول اعرف من حضرتك، يعني هل بتقدرين تتواصلي مع اسرتك في قطاع غزه، مع اصدقائك في قطاع غزه؟ موضوع التواصل بقى مرهون بمزاج الاحتلال، زي ما كل حاجه بقت مرهونه بمزاجيه الاحتلال وساديته. في انقطاع تام للانترنت بالقطاع، وفي انقطاع للكهرباء، في انقطاع للمي، فطبيعي انه ما فيش موبايلات، ما فيش شبكات محمول، في بعض الشرائح الالكترونيه اللي بيتم شبكها وتهريبها، فبتحسي انه موضوع ان انت تتواصل مع الاهالي او اهالي القطاع بيكون قليل جدا ونادر جدا. فاحنا بنتواصل معاهم، يعني انا لما بيجيني مسج من اي حدا بقيت خلاص بحس انه في انجاز كبير، ان ده وعمل معاناه كبيره عشان يقدر يوصل الرساله، في معاناه اكبر عشان يوصل صوره، في معاناه اكبر عشان يوصل كلمه، بقيت هناك ان هو اساسا يتكلم عن معاناته بقت مشكله كبيره، ما بقيناش قادرين نحاربه عشان ما يوصلش حتى معاناته. احنا بيتم محاربتنا اساسا اعلاميا قبل ما يتم محاربتنا عسكريا، بيتم محاربتنا اعلاميا بحيث انه احنا ما نتكلم اصلا عن معاناتنا، ما نوصل. الشعب الفلسطيني وخصوصا بقطاع غزه بيتعرض لعمليات الاباده هاي من 16 سنه. قطاع غزه محاصر بقاله سنين. احنا اليوم بيتم ربط الاحداث بما حدث في يوم 7 اكتوبر، بس اللي حصل ده بيحصل للفلسطينيين كل سنه، بقينا متعودين عليه اصلا. بس للاسف اللي عملته حركه المقاومة يوم 7 أكتوبر لفت أنظار العالم لقطاع غزة، بس هو مش جديد، ده رد فعل مش فعل أصلا طالع من المقاومة. رغم كل اللي بتقوليه أستاذة مريم، انقطاع للكهرباء، مفيش انقطاع لشبكة الاتصال الإنترنت في غزة، رغم كل ده صوت فلسطين بيطلع، صوت فلسطين احنا بنسمعه من الابناء واهلنا في الداخل، احنا بيطلعوا صوتهم. احنا من سنين معروف عنا شعب الجبارين، الشعب الفلسطيني هو شعب الجبارين، احنا بنقدر نحكي، بنقدر ندبر حالنا، عايشين في اصعب الظروف. يعني اليوم في انقطاع تام للكهرباء، بس هم اصلا متعودين، صار لهم من سنين الكهرباء بتجيهم يوم بعد يوم، يعني يوم ويوم لا، الكهرباء لمده 4 ساعات او ساعتين باليوم بس، فهم في اوقات بيكون عندهم بدائل كهرباء اللي هي عبارة عن البطاريات بتاعة العربيات، اللدات، اللي هي في مواد اتعودوا عليها من سنين. شعب محاصر بقاله 16 سنة قابع تحت الاحتلال، محروم من كل مقومات الحياة، مش موجود عنده كهرباء، فهو تعود أصلا يقدر إنه هو يتعامل بالأمور البدائية علشان يقدر يوصل صوته، يوصل إمكانياته. ده غير كده أنا ممكن أنا مش هتكلم عن إنجازات الشعب الفلسطيني، بس إحنا شعب قادر على أنه يصنع المعجزات. أنا بحس أنه إحنا شعب قادر على أنه يصنع المعجزات، عم بيعملوا شغلات. يعني حتى الأسلحة اللي بيتم مقاومة الإسرائيليين فيها بالوقت الحالي، العالم كله مستعجب كيف الشعب الفلسطيني محاصر بقاله 16 سنة، ممنوع عنه كل موارد الحياة وكل مقومات الحياة، وبيتم حرمانه من كل أبسط حقوقه بالحياة، وكيف قدر يصنع صواريخ، كيف قدر يصنع أجهزة متطورة، لأنه الحمد لله رب العالمين، هاي مكارم من ربنا، لا هاي قدرة ربنا بيمدنا فيها طبعاً. قدرة صبر وقدرة على الإنجاز، قدرة على المقاومة. أكيد ربنا ما بيبلي بني آدم إلا بكون عارف إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإحنا شعب متعود وقادر وصابر على أنه يقاوم هيك محتل من سنين. عارفة يا أستاذة مريم، يعني أنا طبعا بأكد على كلامك، و يعني قلبي معاكي مع كل أهالينا طبعا في غزة، بس لما بنشوف حتى مواجهة طفل أو طفلة صغيرة لعساكر الاحتلال، مشاهد يمكن بنشوفها زي ما حضرتك بتقولي طول الوقت، بتبقى موجودة حتى على كل مواقع التواصل الاجتماعي، فكرة أنه طفلة تقدر تتحدى جنود، طفلة صغيرة وتبقى قادرة أن هي تصرخ في وشه وتقوله أن دي أرضي، وتقوله أن أنت هتمشي في يوم من الأيام وهو مسلح واقف قدامها، مشهد تاني بياخد أبوها أو بياخد أخوها أو بياخد أمها، يعني مشاهد فعلا توصف قد إيه أن الشعب الفلسطيني شعب قوي، شعب صاحب حق وصاحب كلمة وقادر على فكرة. وبالمناسبة ده يعكس قد إيه خوف الكيان المحتل من الشعب الفلسطيني أكتر من أي شيء تاني. أكيد أكيد طبعا، هو الشعب الفلسطيني صاحب حق،
صاحب الأرض، إحنا تربينا ونشأنا على إنه هاي الأرض أرضنا، ما إلنا بديل. بس على الجانب الآخر هتلاقي غالبية الجنود أو الصهاينة متجنسين جنسيات أخرى، وهذا أكبر دليل بالوقت الحالي لدعم الأمم المتحدة والأوروبيين للصهاينة الموجودين بالأراضي الفلسطينية، لأنه كلهم متجنسين جنسيات أخرى، هم أساساً ملمومين من كل أنحاء العالم وموجودين بأرض فلسطين. بس هو أنت جيتي تقولي له أنت إسرائيلي، هيقولك أنا إسرائيلي أوروبي، إسرائيلي أمريكي، إسرائيلي. تالي يمكن الفلسطينيين على أرضهم، وفي نفس الوقت خوف الجانب أو كيان المحتل من الفلسطينيين. بس سؤالي بقى لحضرتك في نقطة مهمة جدا، نقطة بيتم المزايدة عليها، وسعيدة أن حضرتك معنا النهاردة عشان ترد لنا عليها. الفلسطينيين دلوقتي إن كان في قطاع غزة أو في فلسطين في الضفة أي مكان، في رفض لفكرة التهجير وإعادة ما حدث في النكبة. في نفس الوقت مصر مصرة على عدم التهجير وعلى عدم تصفية القضية الفلسطينية. رؤية حضرتك إيه؟ مع إن إحنا شفنا كمان فيديوهات موجودة ومقاطع للفلسطينيين نفسهم بيقولوا إحنا مش هنمشي، مش هنسيب بيوتنا، ومش هنكرر ما حدث في النكبة. اولا انا بشكر جهود الشعب المصري قياده وشعبا على وقفتهم في وجه هذا المشروع اللي موجود من مئات السنين. قراء مشروع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تاريخيا هتلاقي من 1970 مقترح كمشروع من أيام الرؤساء السابقين على أنه يهجروا الفلسطينيين من قطاع غزة على سيناء. بس إحنا كفلسطينيين رافضين نتخلى عن لو سنتي واحد من قطاع غزة مقارنة بأي بلد أخرى، سيناء أو غيرها. إحنا بنموت. الحرب هاي مش أول حرب عنا. يعني ما بعرف ليه تم ترويج هاي المقترحات كتهجير الفلسطينيين لسيناء. طب ما انتوا كل سنه بيتم دك الفلسطينيين بنفس الطريقه، بنفس الاباده الجماعيه، بنفس حرب 2014 تم استشهاد اكثر من 2500 شهيد، حرب 2018، حرب 2021، حرب 2011 و12. فلماذا تم طرح هذه المقترحات في الوقت الحالي؟ طبعا لاثاره الفتن، لإثارة الفتن. لأني أنا واحدة من الناس عم بتابع على تويتر وعلى فيسبوك وعلى أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي، في موجود مندسين بحسابات عربية وبيتكلموا لغة عربية فصحى كمان، وبيتكلموا عربي أحسن مني ومنك، وبيتكلموا عربي لهجات، عبارة عن صهاينة بيتم رمي فتن، بيحطوا فتن، بيتكلم على أنه مثلا الفلسطيني بيسب على السعودي أو الفلسطيني بيسب على المصري. وطبعا هذا الكلام مش موجود. الشعب الفلسطيني واعي جدا للفتن دي والمخاطر دي، لأنه طول حياته وطول مسيرته التاريخية لم يترك الأرض، يعني هو متشبث ومنحاز ومشدود كده للأرض بشكل كبير. أنا بس عايز أحييكي صراحة، الله يبارك، أحييكي على حماسك، وأحييكي على روحك الفلسطينية وعلى الكوفية الفلسطينية اللي أنت لابساها، لأن ده رمز ودلالة على القضية إنها موجودة وحية. إحنا متمسكين بجذورنا. هاي أصلي، أنا أصلي فلسطينية. أنا دائما بتكلم وبناشد وبقول أنا فلسطيني، أنا قضيتي موجودة. إحنا بنربي أولادنا على هذا الحكي، وأنا تربيت على هذا الحكي. وصوتك مسموع، صوتك مسموع ومؤثر أكيد، وكل الصحفيين الفلسطينيين اللي هم بيمتلكوا قضية، يعني أهم حاجة لأي إعلامي حقيقي إنه يدافع عن قضية حقيقية. أكيد. عايز أسألك سؤال مهم جدا فيما يتعلق بدور الإعلاميين في اللحظة التاريخية الصعبة اللي احنا بنعيشها دلوقتي، لانه احنا شايفين من اول يوم في الحرب، من اول لحظة للاعتداء الاسرائيلي على قطاع غزة، وقالت الكذب الاسرائيلية والاعلام الغربي بتشوه تماما. شفنا قصص كتيرة جدا، منها مثلا قصة قتل الاطفال او رؤوس الاطفال وغيرها، وتراجعت عنها دوائر اعلامية كتيرة، وماكينة الكذب شغالة يوم بعد يوم في الاعلام الغربي. احنا كاعلاميين عرب وكإعلاميين فلسطينيين منحازين القضية وللأرض، علينا دور مهم جدا أننا نقدم الرواية العربية والرواية الفلسطينية الصحيحة اللي هي الحقيقية، لأن هو إحنا أصحاب حق. يعني دورك يا مريم ودور زملائنا وأصدقائنا اللي إحنا بنحييهم جميعا اللي بيغطوا الأحداث دي تحت القصف، وبنشوف مشاهد مرعبة ومروعة، دورنا إيه وإيه المفروض نعمله؟ أولا أنا بنعي كل الصحفيين والإعلاميين والمصورين الموجودين في قطاع اللي استشهدوا
تحت احنا بنتكلم على ناس في مقاطعتك اكتر من 55 صحفي اكتر من 55 صحفي منهم مصورين ومنهم اصحاب قرار اصحاب راي ومنهم اعلاميين 55 صحفي تم قتلهم استشهادهم غير الجرحى الصحفي مستهدف الاعلامي مستهدف بشكل مباشر في قطاع غزه بشكل مباشر في فلسطين عموما في الضفه الغربيه تنويها لدور الصحافه هذا جزء من سياسة الاحتلال من يوم ما خلق الاحتلال بوجه الأرض هو بيحاول تعتيم إعلامي على كل الجرائم اللي هو بيقوم فيها علشان ما الأمم المتحدة اللي ما بعرف إحنا لشو بنفضل نناشد بالأمم المتحدة وهي الممول الأول والدعم الأول للاحتلال فأنا كعربية كفلسطينية عربية بناشد الجماهير العربية بناشد الدول العربية انظروا لفلسطين كدولة عربية كدولة عربية مسلمة احنا مش محتاجين الدول الأوروبية ولا أمريكا بشيء احنا قادرين على إنشاء دول عربية ناجحة متطورة موجود في عقول تستحق انها تقود هذه الأمة بقيادة سليمة هذا اولا ثانيا دور الصحافة انت مش متخيل الصحفي بينزل من بيته بودع عائلته كل يوم كل يوم كأنه جندي أنا في الميدان يعني هو جندي في الميدان هو رايح شهيد روحه على كفه شهيد هو رايح شهيد الصحفي هناك اللي انا شخصيا عندي زملاء كثير واصدقاء كثير بمجال الاعلام انا ببعث لهم بطمن عليهم من اليوم والثاني لما بسال عنه بحس اني انا في لحظه ممكن اسمع فلان استشهد فلان والأصعب كمان منها يا أستاذة مريم فكرة أنه زي ما بنشوف دلوقتي الصحفي أو المراسل اللي بيبقى موجود هو بيبقى نازل مش فكرة بقى خايف على نفسه هو مش عارف هينزل هيبقى بيغطي أسرته أصلا كخبر ولا لا أكيد طبعا مش عارف هيرجع يشوف إيه وشوفنا ده حصل فعلا وده الأصعب والأصعب من كل ده يعني حتى للأسف حتى فكرة آلة الكذب هي مش جديدة مش من دلوقتي وفكرة التنصل من بشاعة ما يحدث ومن بشاعة أفعالهم حتى من أفعالهم أيضا مش جديدة يعني حتى حوادث كتير جدا وأفعال كتير جدا تنصلوا منها وقلبوا الآية وقلبوا الصورة أي أنا كمتابعة للإعلام العبري في بعض الأوقات بشوف اجتماعات في الكابينيت الإسرائيلي للمؤثرين الإسرائيليين والإعلاميين الإسرائيليين في وقت الحرب يعني تخيلي هو ما بيجتمع بس بالعسكر هو بيجتمع بالمؤثرين الموجودين على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلاميين لحتى يوجههم على طريقة كيف يتم تشويه وقلب الحقائق بيتوزع عليهم أساسا الخطابات وبيتوزع عليهم الإشاعات عشان ما نكونش دايما في رد الفعل للأسف الشديد دايما يا جمانة احنا بنبقى في رد فعل للأمور اللي هم بيعملوها دي طب احنا ازاي يعني نمتلك زي ما بيقولوا كده زمام المبادرة كمجتمع إعلامي عربي كشباب فلسطيني مواقع التواصل الاجتماعي اللي ليها تأثير كبير جدا في صناعة الرأي العام سواء هنا أو العالمي يعني نشتغل ازاي برأيك ازاي يحصل تنسيق ما بيننا ايه الرسائل كمان ايه الرسائل المفروض نقولها دلوقتي للعالم لازم يتم في تنسيق بين كل نقابات الصحافة ونقابات الإعلام دوليا على مستوى الوطن العربي لازم يكون كلمتنا واحدة رأينا واحد لازم يكون في توزيع للكلام اليوم احنا للأسف بوجود السوشيال ميديا بقيت تسمع خبر من هنا وخبر من هنا وخبر من هنا واخبار متضاربة للأسف اخبار متضاربة اللي بيفهم في الإعلام واللي ما بيفهمش في الإعلام واللي بيعرف انه هي حرب نفسية واللي مش عارف انه هي حرب نفسية بيطلع بيحكي وبيتكلم بأي رأي فأنت بقيت مشوش الشعب أو المواطنين أو الناس العادية بتشوف آراء متضاربة فبتخلق فتن اليوم إحنا كإعلاميين لازم يكون في منصات إعلامية موجهة بحيث انه احنا وموحده من الوطن العربي بحيث انه احنا ايضا يعني عشان تكون مصدر ثقه ويمكن الحقيقه برضو يا استاذه مريم يعني سبحان الله شفنا واتفاجئنا بالكم الهائل يمكن شفنا المؤثرين حتى على السوشيال ميديا ازاي خرجوا في حرب شرسه على كل ما يحدث عامه في اسرائيل بنشوف طول الوقت شير ونشر كل ما يحدث في قطاع غزه شفنا ناس كتير بتحكي قصه فلسطين من الاول شفنا ناس كتير بتواجه وبتشجب وبتوضح الكذب مما ادى الى انه النوافذ الغربيه كان لازم ان هي ترجع عن الاخبار الكاذبه اللي كانت بتروجها لو ما كانش وجود النشاط ده بهذا الشكل صحيح. على مواقع التواصل الاجتماعي ما كانوش هيرجعوا أكيد أنا ما بقلل من مجهود وسائل التواصل الاجتماعي بس لازم يكون في مؤسسات بتضم وسائل التواصل الاجتماعي بحيث أنه ما يكون في آراء مختلفة طبعا.
انا بشكرك شكرا جزيلا. للاسف موجز الاخبار، كنا عايزين نقعد معاكي اكتر ونسمعك اكتر. انا سعيده جدا لكن انا بعتذر عن مقاطعتك، ولكن اسمحوا لي بدقيقه. انا بس بحاول اوصل معاناه الشعب الفلسطيني بالوقت الحالي. قلبي مع الاطفال، مع النساء، مع الشيوخ، مع المسنين، مع كل شخص موجود هناك. بتمنى من صناع القرار بتسريع الجهود الدوليه لانقاذ 2.3 مليون فلسطيني مقابعين تحت الاباده الجماعيه من الاحتلال. صوتك، صوت المدافع كلها لا يعلو فوق صوت صريخ او صرخ طفل واحد في قطاع غزه. انا بشكرك جزيل الشكر الاعلاميه مريم ايوب، اعلاميه فلسطينيه. مشاهدينا التاسعة صباحا موعدنا مع موجز لاهم الانباء مع رامي حمدين. تفضلي يا رامي. شكرا جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تستضيف مصر اليوم قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تهدف إلى بحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام. كما تناقش القمة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002، وذلك بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم، وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وتحشد القاهرة الدول الغربية والإقليمية الفاعلة لدعم ودفع التحركات المصرية التي تهدف من خلالها مصر لتوفير ممر آمن وعاجل لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي محاولات ترمي لتصفية القضية الفلسطينية على أساس دعوات النزوح أو سياسات التهجير. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيسين ناقشا آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة وجهود احتواء الموقف. وأشاد الرئيس الفرنسي بجهود مصر في هذا الصدد، لا سيما دورها القيادي في تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع. وأكد الرئيسان الضرورة القصوى لضمان تدفق المساعدات بما يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة. وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيسين توافقا بشأن خطورة الوضع الحالي، لا سيما في ظل التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيسان التحركات الجارية لحشد المجتمع الدولي نحو موقف موحد لدفع التهدئة وخفض التصعيد. وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس التركي ثمن الدور المصري في تنسيق الجهود الإنسانية وتعزيز مسار السلام، حيث شدد الرئيسان على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وكذلك ضرورة استدامة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مستدام، مع تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي استنادا لحل الدولتين وفقا للمقررات الشرعية الدولية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة من مواد طبية وإنسانية لمساعدة 2,300,000 فلسطيني موجودين في القطاع. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة التحرك من أجل احتواء التطورات التي قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن هناك حاجة للتنسيق والتعاون من أجل ألا تنزلق المنطقة في حرب على المستوى الإقليمي بالكامل ويكون تأثيرها مدمرا على المنطقة. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال مساعدات إنسانية طارئة في أسرع وقت ممكن إلى مصر من أجل غزة، وذلك في ظل الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع والذي يتعرض للقصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر. وقال ماكرون إن فرنسا قررت زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تقدمها للشعب الفلسطيني بنحو 10 ملايين يورو. كما أكد ماكرون أنه لا يستبعد التوجه للشرق الأوسط في الأيام المقبلة أو الأسابيع المقبلة إذا كانت لهذه الجولة نتائج مفيدة،
مشيرا إلى أن التوجه إلى المنطقة سيعتمد على المناقشات التي سيجريها في الساعات والأيام المقبلة مع جميع زعماء المنطقة. استشهد نحو 30 فلسطينيا فجر اليوم في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر، بينما استشهد 14 مواطنا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع. وأوضحت المصادر أن فلسطينيين اثنين استشهدا في قصف استهدف منزلا في منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف، بينما استشهد 5 آخرون من بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا غرب رفح، كما أصيب فلسطيني آخر في قصف استهدف منزلا بمنطقة الصيامات غرب رفح. أفادت وكالة أنباء رويترز أن حركة حماس أطلقت رهينتين أمريكيتين، أم وابنتها، وتم تسليمهما إلى الصليب الأحمر، ومن ثم توجه إلى خارج حدود قطاع غزة. وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر دبلوماسية إطلاق سراح الرهينتين لدواع إنسانية. وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سعادته الغامرة بإطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. سلاما لفلسطين، سلاما لأرض السلام التي لم ترى يوما سلام، سلاما لفلسطين من القاهرة. ينطلق من خلال انطلاق أعمال قمة القاهرة للسلام، هذه القمة التي تنطلق اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة ومشاركة العديد من الدول لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام. مش بس كده جمانة، القاهرة هي مدينة السلام، بتستضيف يعني قمة كل العالم وكل من هو يهتم بالسلام وكل من هو إنسان حقيقي يشعر أنه السلام هو الحل الوحيد لحل القضية الفلسطينية. العيون بتتجه لمقر انعقاد مؤتمر وقمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة. ما هو المرجو من هذه القمة؟ ما هي أولويات القمة؟ هل ممكن تسفر عن قرارات يعني تخفف المعاناة من أهلنا في غزة وفي فلسطين، قرارات تعمل على وقف فوري لإطلاق النار؟ أسئلة كتير هنتكلم عنها وأجندة قمة القاهرة للسلام مع ضيفنا اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، دكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس. أهلا بيك دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا صباح الخير. صباح الخير. حضور دولي لافت، مشاركة دولية وإقليمية، هنتكلم على 31 دولة ومنظمات دولية تشارك في قمة السلام اللي دعا إليها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعين الأستاذ العلوم السياسية، ما المرجو من هذه القمة؟ أهم القضايا اللي هتناقش في الأجندة الخاصة بقمة السلام. هو المرجو من هذه القمة، طبعا احنا بنتكلم على جزئيتين. الجزئية الأولى هو وقف إطلاق النار بأي شكل من الأشكال، الجزئية الثانية إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة الذي بات رهينة في يد عصابات الاحتلال الإسرائيلي. لكن قبل أن نتحدث عن الهدف من هذه القمة، يجب أن نتحدث أيضا عن أطراف أو من هم الحضور. يعني كل قمة بتأخذ وزنها من الحضور، من حاضري هذه القمة، بتأتي أيضا من خلال، أو أهمية القمة بتأتي من خلال القرارات التي تتخذها، ثم بعد ذلك في نهاية الأمر ما هي الآلية التي يمكن من خلالها تطبيق هذه القرارات حتى وإن صدرت في صورة بيان يعبر عن موقف دولي أو إقليمي بتتبناه هذه القمة. في ضوء ذلك يمكن تقييم هذه القمة التي سوف تعقد اليوم. طيب دكتور، برضو خلينا نقف على الصورة الكاملة. يعني احنا امام قمة كبيرة، حشد دولي كبير اتى الى مصر تلبية لدعوة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في محاولة مصرية لوقف التصعيد في قطاع غزة وحل الدولتين،
وإدخال المساعدات. ولكن الصورة الأكبر يعني لو هنتابع حتى الأخبار أمس، أولا تم الإفراج عن رهينتين أمريكيتين أمس. في الوقت ذاته أيضا رأينا تصريحات جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي أنه لسه هذه هي المرحلة الأولى لما يحدث في غزة، ولسه ما دخلناش حتى في المرحلة الثانية. سؤالي لحضرتك هنا يا فندم، لو بصينا للصورة الأكبر كده، لأي مدى هذه القمة قادرة على الأقل حتى وقف إطلاق النار ووقف التصعيد في قطاع غزة؟ كيف يمكن التأثير على موقف الدول التي هي لا أقول أنها تتبنى الموقف الإسرائيلي أو العدوان الإسرائيلي على غزة، لكنها هي شريك لإسرائيل في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني. في ضوء ذلك يمكن أن نقيم القمة، ويمكن أن نقيم تأثير هذه القمة في وقف العدوان. هل هذه الدول لديها القدرة والإرادة؟ بالطبع لديها القدرة، لكن الإرادة هي الإرادة متوفرة. هناك دول قد يكون من الدول الحاضرة لهذه القمة هي من الدول المتبنية للرواية الإسرائيلية. هذا ليس يعني لا نقول أنها لا تحضر، لا تحضر حتى تسمع يعني وجهة النظر أو الموقف المصري أو الموقف الدولي أو الإقليمي من هذه الأعمال العدائية أو العدوانية ضد الشعب الفلسطيني. فبالتالي أنا أعتقد يعني مثل هذه القمة هي ضرورية، حتى وإن خرجت بقرارات أو بيانات يعني لا يمكن تنفيذها. هي بتعبر أن إحنا بنعتبرها جمعية عامة للأمم المتحدة مصغرة بتعقد في القاهرة، حتى يعني قد يكون من قرارات القمة الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا باب لم يتركه العرب حتى يومنا هذا. لماذا لم نذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار أممي أو قرار دولي هو قرار بتعمل به الأمم المتحدة، هو قرار الاتحاد من أجل السلام. إذا أخفق مجلس الأمن في اتخاذ قرار في مسألة تتعرض بتهديد أو ترى فيه الدول المتقدمة تهديدا للأمن والسلم الدوليين، هناك أيضا يعني لماذا لم تذهب؟ يعني أنا يعني ألقن هذه القمة بعض الحلول، لماذا لم تذهب لهذه الدول أو أي دولة من هذه الدول كل المشروعات التي قدمت إلى مجلس الأمن وتم رفضها هي تتعلق بتقديم مساعدات أو وقف الهدنة. لماذا لم يقدم مشروع في مجلس الأمن يتحدث عن أن الوضع ما يحدث في الأراضي الفلسطينية يهدد الأمن والسلم الدولي؟ بالطبع سوف يأخذ أيضا زي اللي حصل مشروع روسي والبرازيلي، يعني هياخذ فيتو من الولايات المتحدة لكن على الأقل يعني ننبه العالم أن ما يحدث هو بيهدد الأمن والسلم الدولي. فبالتالي أمام هذه القمة يعني أبواب يعني لم تطرقها بعد يمكن أن نتحدث عنها في كده. طب دكتور جمال، مع بداية الحرب والأيام الماضية حتى وصولا للحظة القمة وهي بتعقد في ظرف استثنائي بتمر به المنطقة، حضرتك شايف إزاي السلوك الإسرائيلي؟ يعني كيف تقيم سلوك الإسرائيلي سياسيا؟ وإحنا شفنا امبارح بصراحة مشهد عجيب جدا، يعني مشهد أكبر موظف في الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أمام معبر رفح بيناشد العالم وبيتكلم أو بيناشد إسرائيل كمان إنه إدخال أكبر قدر من الشاحنات وضرورة إدخال أكبر كميات من المساعدات لقطاع غزة. إحنا في مشهد يعني في مفارقة إن ده المسؤول عن أو هو أعلى موظف أو الأمين العام للأمم المتحدة بيناشد العالم ويناشد إسرائيل. تقييمك للسلوك الإسرائيلي غير المسبوق إزاي، وإزاي بيتعاملوا مع المواقف الدولية مع بداية الحرب حتى الآن؟ أنا أرى فيه أنه لطمة إسرائيلية على وجه الأمم المتحدة. يعني هذه الأمم المتحدة التي أنشئت لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وهذا هو أكبر مسؤول أممي في الأمم المتحدة أو في العالم، يأتي إلى هنا ثم يقف على أبواب رفح لا يستطيع الدخول ولا يستطيع إخراج، برغم من أنه كان جاء بتنسيق مع الولايات المتحدة ومع الدول الراعية لإسرائيل أو المتبنية لإسرائيل أو الدول الشريكة لإسرائيل، وكان هناك توافق وكان هناك أحاديث أنه سوف يدخل 20 شاحنة. لم يستطع حينما جاء إسرائيل رفضت وقالت يعني
البعض يعني هددت بشكل ما أو بآخر بأنها سوف تضرب هذه القافلة. حتى يومنا هذا لم تدخل أي شاحنة إلى إسرائيل، بالرغم من أن بالأمس قيل أنه سوف تدخل شاحنتين أدوية، لم تدخل هذه الشاحنتين. فبالتالي أنا أعتقد يعني هذا التبجح الإسرائيلي وهذه الغطرسة الإسرائيلية لم تنل فقط الفلسطينيين، لكنها نالت العالم كله، سواء كانت عبر مجلس الأمن أو عبر مجيء الأمين العام أو السكرتير العام للأمم المتحدة واقف على بوابة رفح يعني في طابور أشبه بطابور ذنب. يعني بمثابة شاهد انه يكون حتى موجود كشاهد على الذي يحدث طبعًا. يعني هذا عشان التاريخ يعني وحسب عشان كمان للاسف انه اللي بيخرج للاعلام الغربي او اللي بيروجوا الاعلام الغربي انه مصر هي اللي مش بتدخل المساعدات، فلا حضرتك موجود أنطونيو غوتيريش اكبر مسؤول، لو هنتكلم حتى هذه المنظمه هي من اكبر المنظمات الدوليه الموجوده بتجمع العالم كله، فيعني انت موجود بنفسك اعتقد وانت بمثابه شاهد عيان الان. اذا قدرت تخش خش من الموقف، يعني كان تصريحات سامح شكري وزير الخارجيه ان الموقف ان المعبر مفتوح من جهه مصر، لكن المشكله الان هي اسرائيل بتهدد، هي بتهدد بضرب اي شاحنه بتدخل من الى الاراضي الغزاويه. فبالتالي وهذا ما حدث كان يعني وبالفعل مصر لم تكترث، بالفعل الشاحنات تحركت بالفعل وشاهدنا اللي حصل من بدايه التصعيد. بس سؤالي بقى لحضرتك بانك بتتحدث عن السلوك الاسرائيلي، احنا شايفين انه الحقيقه يمكن التصعيد مش بس في قطاع غزه، التصعيد في فلسطين في الضفه بشكل كامل، وايضا التصعيد في لبنان، التصعيد في عده مناطق اخرى ودول اخرى. في نفس الوقت كنا بنسمع انه تحذير من التصعيد في الجبهة الشمالية وتصعيد وتحذير من فتح هذه الجبهة، بس في نفس الوقت في استفزاز من هذا الكيان الإسرائيلي المحتل لهذه الجبهة. نعم. ايه ده ايه؟ يعني هل ده فعلا بمحض الصدفة؟ هل ده فعلا ما كانش مخطط قبل 7 اكتوبر؟ معقولة؟ لا، إسرائيل لديها يعني خطط توسعية، سواء كنا نتحدث عن مسألة جنوب لبنان هي مجرد توجيه ضربات لجنوب لبنان، لكن بالنسبة للتوسع في الأراضي الفلسطينية سواء في غزة أو في الأردن هي لديها هذا المخطط، هذا هي تنتظر فقط مجرد أن تكون هناك ضعف في الجبهة الشمالية، سواء كنا نتحدث عن الأردن الضفة الغربية، أن تضعف الأحوال أو تضعف الظروف في الأردن، أو أن يكون هناك تستغل أي اضطرابات أو أي ضعف في مصر لترحيل أهالي غزة إلى سيناء. فبالتالي يعني هنا نحن نتحدث عن يعني لا أريد أن أقول استعدادية أو جاهزية إسرائيلية للتحسب إلى يعني، لكنها طبعا إذا كان هناك جاهزية أو أعتقد أنها جاهزية غربية يا فندم، مش جاهزية إسرائيلية، يعني أعتقد الموضوع أوسع من كده. بالأمس فقط تحدث أو صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه سوف يطلب من الكونغرس تخصيص 14 مليار. هذه أكبر حزمة مساعدات بتوجهها الولايات المتحدة لأي دولة في دول العالم أو في تاريخ الولايات المتحدة بصفة عامة. تتعرفي حجم المساعدات الأمريكية لإسرائيل قد إيه؟ 3 مليار أو 4 مليار في السنة، 3 مليار و 8 من 10، يعني هذا في عهد، هي زيدت فقط في عهد الرئيس باراك أوباما. ثم بعد ذلك الآن بنتحدث عن 14 مليار، يعني حجم المساعدات الأمريكية العسكرية التي بتعطيها لمصر 1.3، ثم بعد ذلك يعني بتحاول أنها تضغط على مصر بهذه المساعدات. إحنا بنتكلم على 14 مليار، 7 سنوات من المساعدات، 7 سنوات مقدما، 7 سنوات مقدما، وهي بتساوي إسرائيل بأوكرانيا، يعني بتساوي إسرائيل بأوكرانيا مش بالمساعدات، يعني بترى أن إسرائيل بتتعرض ما تعرضت له أوكرانيا، في خلط في الأول، وأن حماس هي بتساويها بروسيا. طيب يا ريت حماس تساوي روسيا. صحيح. يعني في احنا بنشوف حتى مصطلحات جديده في عالم السياسه صراحه اليومين اللي فاتوا دول غريبه جدا وبتخدم المصالح الامريكيه بشكل كبير. انا بس عايز اسال حضرتك سؤال، طبعا مفهوم جدا هذا الدعم التاريخي غير المشروط من امريكا الى اسرائيل. السؤال يعني ما فيش شعور ما داخل دوائر صنع القرار في الولايات المتحده او في بريطانيا او غيرها
تجاه المصالح العربية، لأن احنا حلفاء أيضا للولايات المتحدة والبريطانية وأمريكا، ليها مصالح مهمة جدا استراتيجية في المنطقة. لا توضع هذه المصالح في الاعتبار تماما، هناك انحياز أعمى فقط مباشر لإسرائيل. يعني اللحظة دي كأن الطرف العربي غائب في الحسابات الأمريكية، هل ده صح؟ يعني كنت وأنا صغير جدا كنت أرى بعض الملصقات كانت عليها صورة الرئيس عبد الناصر، وكان مكتوب عليها في الأسفل أمريكا أو أمريكا هي إسرائيل. فبالتالي يبدو بالفعل أن أمريكا هي إسرائيل، وأن أمريكا باتت تابعة لإسرائيل نظرا لما تغذي إسرائيل للولايات المتحدة من فكر ومن بعض المسؤولين الذين، يعني انظر إلى وزير الخارجية، معظم المسؤولين الأمريكان هم من اليهود أو مخططي الحملات الدعائية للرؤساء هم اليهود. رؤساء الولايات المتحدة أو الإدارات الأمريكية بتتمنى أو بترغب في كسب أصوات اليهود أو في تأييد اليهود داخل الولايات المتحدة. العرب لم يشكلوا حتى الآن، سواء كان لوبي على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، هم يعطوا الولايات المتحدة والغرب بلا حدود أو بلا شروط، بلاش بلا حدود، بلا شروط. كل شيء في العالم هو محكوم بالمصالح ومحكوم يعني قدوات. خلينا يا فندم، يهمش تماما المصالح العربية في نظر الإدارة السياسية في الولايات المتحدة؟ يعني أكيد هو مرتبط بتحالفات في المنطقة العربية، ويهم المصالح التاريخية كمان. يعني في لحظة ما كل هذا التاريخ العربي الأمريكي يهمش ولا أرى إلا إسرائيل؟ إذا كنت أنت بتديهم بلا شروط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينما أتى إلى المنطقة في زيارة خد صفقات اقتصادية أو صفقات تجارية من دول المنطقة ب 400 مليار، وهو قال إن أنا يعني لو كنت إن أنا ما استغرقش الأمر مني أكتر من إن أنا أجرت شقة. هو طبعا معروف إن هو راجل بتاع عقارات، قال إن أنا يعني كان أسهل إن أنا أخد هذه الصفقات من كون ان انا باجر شقه من شقق لبعض المستاجرين. فيعني فانت بتديله بلا شروط وبتديله دون ان يكون ليه؟ هناك يعني هنا برضه سؤالي يا فندم، هو ده يعني يعني لو حضرتك بتتحدث عن انه هذا السلوك اكيد ليه اسباب، يعني الدول العربيه بالمناسبه هي لا دول فقيره ولا دول ما عندهاش جيوش قويه، لا الدول العربيه على فكره هي دول تمتلك مقدراتها بالمناسبة اللي بتستفيد منها وبيستغلها الغرب، ده يعني مما لا شك فيه. ليه؟ ليه ده ممكن اللي بنتحدث فيه، خاصة انه دلوقتي خلاص يعني العرب اعتقد دلوقتي بات واضحا امام الجميع انه الغرب امام مصالحه او امام مصلحة فريق واحد منهم او دولة واحدة منهم مش بس هيتخلوا عن العرب، ولكن يعني بالعكس يعني مش عايز اقول لفظ صعب، يعني ان هم يعني هيدمروا حتى مصالح العرب أو حتى الإنسانية مش هتكون موجودة زي ما احنا متابعين، لكن خلاص بات واضحا. هل ممكن بقى نلاقي سلوك مختلف، سلوك عربي مختلف في الفترة اللي جاية؟ حينما يتخلى العرب عن مقولة 99% من أوراق اللعبة في يد الولايات المتحدة، لا في أوراق اللعبة في يد العرب، كثير من أوراق اللعبة في يد العرب، وفي يستطيعوا أن يمارسوا ضغوط على الولايات المتحدة، يستطيعوا أن يلعبوا لعبة التوازنات. فبالتالي أنا أستطيع أن أؤثر على القرار الأمريكي في هذا الصدد، ولا سيما في ظل يعني إدارات، وأن الولايات المتحدة نفوذها العالمي تراجع، يعني بعد صحيح. يعني نفوذها العالمي ليس هو، يعني هناك أقطاب متعددة برزت على الساحة الدولية، نحن نتحدث عن الصين، نتحدث عن روسيا، نتحدث لماذا لا يتم تدعيم العلاقات مع هذه الدول بشكل ما أو بآخر، على الأقل يعني لا نقول أنها سوف تكون بديلا 100% للولايات المتحدة، لكن يعني يمكن مصر حينما وجدت هناك تلكؤا في من الولايات المتحدة لتوريد قطع غيار أو لتوريد أسلحة ذهبت إلى فرنسا، يعني هنروح أيضا لأقطاب، هذه الأقطاب قد تكون يعني غربية أيضا إلى فرنسا وشارت منها طائرات معينة، هذا ما أغضب الولايات المتحدة برغم من أننا يعني ذهبنا من دولة غربية إلى دولة غربية أخرى. فبالتالي يعني على العرب أن يكون لديهم بدائل ولا يلقوا بكل في سلة واحد. أوراقهم في سلة واحد. طب هل ممكن نشهد ده خلال الفترة المقبلة مع تغير طبعا المعادلة السياسية والتغيرات اللي احنا بنشهدها كل يوم، انه الأقطاب الأخرى تحديدا روسيا والصين
يحصل تنسيق ما من العالم العربي، أطراف إقليمية أخرى تقف نوعا ما موقف يعني جيد مع القضية الفلسطينية أو مع الصراع العربي الإسرائيلي. هل الفترة المقبلة هنشهد تقارب أكثر مع هذه الأطراف أو دور أكثر فاعلية ليها على المشهد السياسي العربي؟ هي الصين بتحاول أنها تقترب من المنطقة بشكل كبير، ولا سيما مع تزايد قدراتها الاقتصادية وقدراتها السياسية. الصين كان محور اهتمامها في السابق هي منطقة بحر الصين الجنوبي والمناطق المتخمة لبحر الصين الجنوبي، ثم بعد ذلك يعني قدس الأقداس بالنسبة للصين هي تايوان. لكن بدأت الصين الآن بترنو ببصرها إلى بعض الدول مثل الدول الأفريقية أو الدول العربية. كان هناك بالأمس الأول رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي موجود بيقابل الرئيس الصيني، يعني هذا شيء جيد جدا، التحرك نحو الصين تحرك. لكن يعني ما زال أيضا التأثير الروسي أو التأثير الصيني، يعني روسيا قد تكون أكثر تأثيرا بشكل ما أو بآخر لاقترابها، لأنها تستطيع أن تمد المنطقة بالأسلحة. الصين هو تأثيرها قد يكون مجرد حتى الآن هو تأثير سياسي خلال تصويتها إلى جانب القضايا العربية والقضايا الفلسطينية في مجلس الأمن، وهذا أيضا هذا شيء جيد. يعني إن أنت بتكسب صديق داخل مجلس الأمن أو داخل الأمم المتحدة مثل الصين أو مثل روسيا، برغم طبعا أن دورهم أو أن يعني موقفهم داخل مجلس الأمن هو موقف معطل، مجرد موقف معطل لما قد يتخذ ضد العرب. صحيح، يعني زي ما حضرتك قلت يا دكتور، لا بديل عن أن يتحد العرب، وأعتقد أن احنا جربنا ده، كان لنا يعني تجربة سابقة موقف. بالضبط صحيح، حتى يعني لو هنتكلم على حرب أكتوبر على سبيل المثال، فكرة أن يوجد في تلاحم وتوافق عربي مشترك لا بديل ولا غنى عنه بشكل كبير، لانه خلاص تابعنا. اعتقد ان سقطت الاقنعه جميعا، وبات واضحا انه القضايا الانسانيه لا يأبى بها الغرب، هي مجرد سلاح يستخدمونه وقت ما يكونوا حابين هم يستخدموا هذا السلاح مش اكتر. بشكر حضرتك دكتور جمال سلامه استاذ العلوم السياسيه، شكرا لحضرتك. شكرا دكتور جمال، شرفتنا ونورتنا. لسه مكملين معاكم صباح الخير يا مصر، نروح لفاصل ونرجع مره ثانيه، خليكم معانا. بنجدد صباحنا على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، وصباح الخير يا مصر. القاهرة للسلام قمة مصرية عالمية في العاصمة الإدارية الجديدة لاحتواء التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة. تعالوا نتعرف على معلومات وآخر تفاصيل انعقاد هذه القمة اللي بتعقد في ظرف استثنائي دقيق جدا. معنا على الهواء زميلتنا ليلى عمر، مفادة القناة الأولى من مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة. صباح الخير عليك يا ليلى، وضعينا كده في المشهد لديك الاستعدادات ما قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام. صباح الخير محمد، صباح الخير جمانة. بالفعل أنا في مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام، هذه القمة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا قادة الدول العربية والأوروبية والمنظمات الدولية والأممية لحضورها. ومنذ الصباح الباكر بدأ وصول الوفود المشاركة في هذه القمة التي تنوعت ما بين وفود عربية مثل الوفود القطرية والبحرينية وأيضا الكويت والأردن، وبالتالي أكيد الجانب الفلسطيني، وهناك وفود تمثل الجانب الأوروبي تمثيل عالي ممثلين في وزراء خارجية، وأيضا المنظمات الأممية والدولية على رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. إذن مشاركة واسعة النطاق، وأيضا يتواجد وزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجماعة الدول العربية، انتظارا لبدء جلسات هذه القمة والتي ستبدأ بعد قليل. هذه القمة محمد و جمانة كما نعلم جميعا تأتي في وقت حرج تمر به القضية الفلسطينية، ويتصاعد فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل مكثف، متمثل بالتأكيد في غارات جوية وقصف للعديد من الأحياء السكنية وأيضا لمنشآت هامة، كما تابعنا بالتأكيد القصف الذي وقع على مستشفى المعمداني وأدى إلى أكثر من 500 شهيد. هذه الأوضاع الإنسانية المتردية أيضا المتمثلة في نقص الإمدادات
عدم القدره على وصول المساعدات، عجلت بانعقاد هذه القمه التي دعا اليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضع ضمن اهدافها واولوياتها الاولى كما ذكر وزير الخارجيه سامح شكري تحقيق التهدئه وضمان وصول المساعدات الى داخل قطاع غزه بشكل امن ودائم ومستمر، مع فتح ممرات امنه لوصول هذه المساعدات التي تتمثل بالتاكيد في مساعدات طبيه، حيث نضبت في المستشفيات المختلفه في القطاع المهدده كل يوم بان يتم قصفها وفقا لتهديدات اسرائيليه توجه مباشره لاخلاء هذه المستشفيات كما تابعنا في الاخبار امس، بالاضافه بالطبع الى نقص الامدادات الغذائيه والماء في ظل حصار كامل اطبقته قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزه، هذا الحصار المستمر الذي زادت وتيرته مع تصاعد هذا الصراع الذي يشهد تردي في الاوضاع الانسانيه. من ضمن الاهداف الاخرى ايضا لهذه القمه الحديث عن التسويه العادله والشامله للقضيه الفلسطينيه التي تقوم على مبدا حل الدولتين وفقا لحدود عام 67، وذلك ايضا للوصول لحاله من الاستقرار والسلام واجراء نوع من انواع الحراك فيما يتعلق بالمفاوضات، لكن بالطبع بعد تحقيق التهدئه ووقف اطلاق النار، بالاضافه الى الاستفاده من هذا التواجد الدولي سواء كان عربي او اجنبي واممي من اجل ان يكون هناك صوت واحد يتحدث عن ضروره ان توقف اسرائيل هذا الاعتداء الغاشم على ابناء قطاع غزه المدنيين العزل، وان يتم ايصال المساعدات بشكل امن اليهم، بالاضافه بالطبع لضحض الفكره التي تروج لها اسرائيل المتعلقه بتهجير الفلسطينيين الى مصر او الاردن، وهو ما ترفضه كل من مصر وفلسطين والاردن بالطبع، فالفلسطينيين لهم وطنهم وهم يدافعون عنه بكل قوه وشجاعه، وكما نتابع عدد الشهداء الذي يتزايد يوما بعد يوم. اذا حاله من الاستعدادات القصوى يشهدها مقر انعقاد هذه القمه التي ننتظر حتى الان توافد المزيد من المشاركين فيها، لم يكتمل وصول الجميع الى الان، لكن نحن في انتظار وصول باقي المشاركين وباقي الوفود وان تبدا الجلسه الاولى في هذه القمه بمشاركه بالتاكيد واسعه دعما للقضيه الفلسطينيه وللحاله الانسانيه لابناء قطاع غزه. اليكم مره اخرى. نشكرك ليلى عمر طبعا جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من العاصمة الإدارية الجديدة. طيب. العالم كله أكيد فاكر كويس جدا الصورة الشهيرة اللي انتشرت في الحرب على غزة سنة 2000 تحديدا يوم 30 سبتمبر 2000، الصورة اللي هزت العالم كله، جمال الدرة وهو بيحمي ابنه للأسف ما قدرش يحميه محمد الدرة، صورة اغتيال محمد الدرة من 23 سنة ساعة انتفاضة الأقصى وصرخته الشهيرة وهو بيقول مات الولد. مشهد حقيقة ما زال عالق في أذهاننا حتى الآن، مشهد زي ما محمد كان بيقول في انتفاضة الأقصى تحديدا في اليوم الثاني، مشهد محمد الدرة بيتكرر مش بس مع محمد الدرة، أطفال كتير، لكن كمان اتكرر مع جمال الدرة والد الطفل محمد الدرة، لكن مع إخواته نائل وإياد اللي قتلهم جيش الاحتلال في القصف الدائر على قطاع غزة، مأساة كبيرة جدا جدا بيعيشها لتاني مرة جمال الدرة. خلينا نسمعه ونبلغه تعازينا وتعازي الشعب المصري كله، يعني بنرحب بحضرتك والبقاء لله وشد حيلك، ومش بس بنعزيك احنا بنعزي أنفسنا الحقيقة. أستاذ جمال صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير لكم جميعا، وصباح الخير لكل شعبنا المصري العظيم المساند لفلسطين وللقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. صباحا في يوم 13/10 صباحية أذان الفجر فوجئنا بقصف عنيف جدا طبعا، وكان أقسم بالله في بيتي عبارة عن تسونامي، أنا وإخواني بجوار بعض وجيراني. طبعا خرجنا من البيت بأعجوبة كبيرة جدا وأصبنا إصابات طفيفة أنا وزوجتي وأحفادي وبناتي وأولادي، وبعد أن أخرجتهم من البيت خارج البيت طبعا رجعت ووجدت أن بيت أهلي بيت إخواني مدمر بالكامل مساوى بالأرض، وبيت جيراني من عائلة أبو الهشيم مساوى بالأرض،
وبيت عائلة أبو جبارة مساوى بالأرض. عائلة أبو جبارة 11 شهيد كلهم أطفال، وعائلة أبو لاشين 16 شهيد وجلهم نساء وأطفال. واستشهد أخي نائل وزوجته في هذا الإجرام، واستشهد أخي إياد وبنته الوحيدة. لكن يوميا ضرر فلسطين من أطفال ونساء وشيوخ. حرب إبادة على غزة مبرمجة بمسح وإبادة الشعب الفلسطيني. نحن نرى بعيننا كيف الركام وكيف أشلاء الأطفال تتطاير في الشوارع وأشلاء النساء تتطاير في الشوارع، كيف الأطفال يحرقون. شايفين وكلنا شاهدين يا أستاذ جمال. غزة لن نعاد عبر التاريخ. أستاذ جمال ربنا يربط على قلبك. تدمر على أهاليها. سمعنا أستاذ جمال؟ ربنا يربط على قلبك ويشد تشد حيلك ويربط على قلبك ويصبر قلوب جميع الأقارب والأهالي اللي يعني اللي شافوا المشهد الصعب اللي أنت حكيته دلوقتي. أستاذ جمال، يعني من 20 سنة ودعت ابنك محمد الدرة، والنهاردة بتودع أشقائك. أين أسكن أنا وأين أسكن عائلة كاملة 55 شهيد من عائلة المغاري، عائلة كاملة مسحت من السجل المدني. أنا أناشد الشعب المصري، أناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأناشد الحكومة المصرية، أوقفوا هذه المجازر، أوقفوها الآن، أوقفوها الآن. كل غزة دماء، كل غزة أشلاء، هناك أشلاء لا نستطيع إسقاطها إلى اليوم. ضربوا الإسعافات، ضربوا الصحافة، يهددون المستشفيات بالمغادرة. أين يغادر الجرحى؟ أين يغادر الأطفال؟ أين يغادر المصابين؟ أين يغادر الناس التي تحتاج العلاج يوميا؟ كفاية كفى. أناشد سيادة الرئيس، أناشد الشعب المصري، وأناشد كل زعماء العرب، كفاية أوقفوا هذا النزيف. لم يتبقى أحد من الشعب الفلسطيني. أستاذ جمال، صوتنا وقلوبنا معاك ومع كل أهالينا في غزة، ويعني العالم كله بيشهد على جرائم الحرب اللي بيرتكبها الكيان المحتل الصهيوني. وزي ما حضرتك قلت، هي حرب إبادة قولا واحدا. بس يعني خليني أعرف برضو من حضرتك، يعني دلوقتي حضرتك قاعد فين؟ أسرتك دلوقتي قاعدة فين؟ أسر جيرانك اللي بيوتهم انقصفت وما بقاش في بيوت قاعدين فين؟ والله انا الان يعني ما فيش بيت. الان قاعدين احنا في مدارس الوكاله اليونروا، وكل مدرسه فيها فوق 6000 شخص من اطفال ونساء وشيوخ. وحتى مدارس الوكاله لا يوجد عليها الحمايه الكامله، ولا يوجد توفير يعني اي شيء لمقومات الحياه. نحن في العراء، نحن ننام في العراء ما بين السماء والارض. ربنا مع حضرتك. ربنا الوضع رهيب جدا. لا يوجد دواء، لا يوجد اكل، لا يوجد شراب، لا يوجد ماء. طب طبعا حاله ماساويه جدا. استاذ جمال، من 20 سنه او 23 سنه ودعت ابنك محمد في مشهد العالم كله مش هينساه، ابكى البشريه كلها وهز ضمير العالم، محمد الدره. وبعد 23 سنه بتودع اشقائك. قول لي ايه سر الصبر والصمود الفلسطيني المستحيل ده؟ يعني في عبقرية للشخصية الفلسطينية أنها تتحمل وتودع شهيد ورا شهيد بكل صبر وبكل رضا. طبعا أولا نحن نؤمن بالله، ونؤمن بأن هذا حق لنا وأرض لنا مسلوبة، ويجب أن ترجع اليوم أو غدا مهما تجبر هذا الاحتلال. طبعا هو صمودنا بإرادة الله، ونحن ما زلنا حتى تحت القصف. وأنا أتكلم معك، والقصف الآن متواصل من كل مكان، جوا وبحرا وأرضا، لن يتوقف ثانية واحدة، لن يتوقف. ونحن شعب صامت، وليس لنا مصير طبعاً. وليس لنا مصير إلا الله. الله كفيل بهم يا أستاذ جمال.
قلوبنا معاك، قلوب المصريين كلهم معاك، قلوب الوطن العربي كلهم معاك ومع أهالينا في غزة. فلسطين للفلسطينيين قولا واحدا، فلسطين ستظل عربية، فلسطين عربية مهما حاول أي شخص أن يغير هذه الحقيقة، فلسطين عربية وستبقى عربية، وفلسطين للفلسطينيين. بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ جمال الدرة والد الشهيد محمد الدرة. فيش كلام ممكن يتقال بعد اللي قاله أستاذ جمال الدرة. ربنا يصبرك ويربط على قلبك ويربط على قلب كل أهلنا في غزة، بيضربوا لنا نموذج كده وبيعلمونا إزاي نكون صابرين محتسبين وصامدين. أهل غزة برجالها ونسائها وأطفالها كل يوم بنتعلم منهم دروس العزة. وصلنا لختام حلقتنا النهاردة، ونتمنى أنه يكون صباح خير وصباح جديد يحمل الجديد لأهالينا في قطاع غزة وفي فلسطين. صباح العزة لغزة، صباح الخير يا فلسطين، صباح الخير على حضراتكم جميعاً.